صباح الخير مشاهدينا، لكم نحن وياكم بصبحية جديدة. اليوم نهار جديد بيبدأ ودايما فرصة جديدة لحتى نكون إيجابيين، نكون عم نحقق شيء جديد، نكون عم نتطور مثل دايما، نكون عم نبدأ هيدا النهار بإشياء عبالنا نحققهم، بناس عبالنا نحكيهم، بطموحات عبالنا نفكر كيف بدنا نوصل لهم. بعرف هيدا الإيجابية يمكن بظل الأوضاع الراهنة صعبة شوي، ولكن منا مستحيلة، ما في شيء مستحيل أبدا، خاصة إذا كان عنا الإيمان بداخلنا وإذا منبدأ نهارنا بصلاة نتكل فيها على ربنا، وكمان نكون متكلين فيها على حالنا، لأنه الصلاة أوقات لحالة ما بتعمل شغل إلا إذا نحن كمان اشتغلنا، كنا فاعلين، كنا منتجين، وكنا أشخاص قادرين وقبلانين أنهم يغيروا ويتطوروا ويتقدموا دائما. صباح الخير لكم، انا وياكم بتشارك هيدي الحلقه مباشره عبر شاشه تلفزيون لبنان لمده ساعتين ونص من الوقت مع ضيوف بينضموا لي بالاستوديو ومع مواضيع عديده بنحكي بكل تفاصيلها. اليوم مواضيعنا بتاخذنا اكثر كمان لكل شيء عم بيصير حوالينا. مع لجنة حقوق المرأة اللبنانية بنحكي أكثر عن المسابقة الثانوية بالمدارس الرسمية والخاصة للصفوف الثانوية. ضيفتي رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية السيدة عايدة نصر الله. منتابع أيضا لحتى نكون مع مستشار وزير الصحة للأمور الطبية دكتور محمد بهجة بدر، بنحكي أكثر عن فيروس الكورونا، بنحكي أكثر كمان البخرة يلي قادمة من الصين اليوم رح ترسي على شط لبنان يلي فيه مخاوف من أنه تكون حاملة أشخاص مصابين بهيدا الفيروس. أكيد كل التفاصيل بنحكيهم مع دكتور حيدر. أيضا تفاصيل أخرى بموضوع بيخدنا للألعاب الإلكترونية يلي اليوم خطرة عم بطال التينيجرز، عم بطال الأطفال وكمان الكبار، ما أنا بعيدة عنهم. بنحكي بهيدا الموضوع مع أختصاصية علم النفس دكتور سعاد سلوم. على أنه بختام الحلقة ينضم لإلي النائب جوزيف إسحاق نائب رئيس مؤسسة جبل أرز، معه بنحكي أكثر عن هالمؤسسة، بنحكي عن الرياضات الشتوية التزلج ورياضات الشتوية الليلية تحديدا قد هي مهمة لتنشيط السياحة بلبنان. هذه هي جولتنا على الضيوف يلي رح ينضموا لإلي للاستوديو. أما المحطات يلي مننطلق فيها صباحا بتاخدنا إن كان لرياضة إن كان لمواضيع رح نناقشها بعد شوي، وخاصة موضوع له علاقة بالإعلام بنحكي بكل تفاصيله. أكيد رح نتوقف مع حالة التأس، وضروري نكون مثل كل حلقة بالبداية مع أحوال الطرقات على أبرز المعابر المؤدية للعاصمة بيروت مع غرفة التحكم المروري. طالب بره صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. طالب حطنا أكثر بأجواء الطرقات والمعابر المؤدية للعاصمة بيروت، ولكن بالبداية هل من طرقات مقطوعة على المرتفعات وبالجبال من جراء تراكم الثلوج؟ بداية منبلش بطريق ظهر البيدر وطريق ترشيش زحلة، الطريقين سالكين أمام جميع المركبات. أما الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هن حدث بعلبك، معاصر الشوف كفرية والأرز. إلى المعابر المؤدية للعاصمة بيروت، تفضل. بداية اليوم بدنا نبلش بنهر الكلب، ولكن بالاتجاه جونية في عنا حركة كثيفة بسبب حادث تصادم على آخر نفق نهر الكلب. هذا الشيء أدى لحركة كثيفة مثل ما شايفين باتجاه جونية، من بعد هيك الحركة بتكمل طبيعية باتجاه دبي، أنطلياس الطريق البحري حركة عم تكون ناشطة، أوتوستراد أنطلياس باتجاه جل الديب حركة عم تكون كثيفة، ومن جل الديب باتجاه نهر الموت بتبلش تصير الحركة ناشطة ابتداء من نهر الموت باتجاه الدورة وبولفار سن الفيل. دورة بتصير كثيفة باتجاه الكارنتينا، الكارنتينا بتكمل ناشطة باتجاه شار الحلو، وشار الحلو حتى وسط
بيروت الحركة عم تكفي ناشطة. تقاطع الجدادي بالباص من الفيل حركة طبيعية. بتصير كثيف من الصالوني باتجاه جسر الحايك، ومن جسر الحايك باتجاه جسر الواطي حركة ناشطة، وأيضا باتجاه المكلس. وعندنا حركة كثيفة من المكلس باتجاه جسر الحايك. مدخل الجنوبي من خلدة باتجاه المدينة الرياضية حركة عم تكون ناشطة. بتبلش الحركة كثيفة من جسر الكولا وصولا حتى انفاق سليم سلام الى وسط بيروت. مدخل الشرقي من اليرزة حركة طبيعية حتى الصياد. من الصياد باتجاه استراد الرئيس ايميل لحود الكارنتينا. ايضا جسر الدكواني باتجاه الاشرفية حركة ناشطة. ايضا جسر العدلية باتجاه الاشرفية. كمان عندنا حركة كثيفة من المتحف باتجاه العدلية. كمان عندنا من اسقط باتجاه بشارة الخوري. طبيعية على كورنيش المزرعة حركة عم تكون. تقاطع برج الغزال الاشرفية. وتقاطع برج المر باتجاه الحمرة حركة عم تكون طبيعية. اخيرا الواجهة البحرية عين المريسي بالاتجاهين حركة عم تكون عنا طبيعية. هذه بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للاحصاءات خلال 24 ساعة الماضية للحوادث اللي تم التحقيق فيها، تسجل عنا 9 حوادث نتج عنهم 11 جريح. محاضر السرعة الزايدة تم تنظيم 698 محضر سرعة زايدة. مثل العادة للاستفسار والتواصل عن اي حدث على الطريق على الخط الساخن 1720، ومتابعتنا على وسائل التواصل المختلفة فيسبوك ابليكيشن الخاص بغرفة التحكم وتويتر. هذا كان كل شيء لليوم. شكرا لك طالب برو على كل هيدي التفاصيل، حطيتنا اكثر بصوره الطرقات. لكن مشاهدينا دائما بنذكركم الالتزام بقوانين السير لسلامتنا ولسلامه الاخرين. بنروح نحن وياكم لمقال رح نغوص بتفاصيله لليوم، له علاقه بالاعلام اللبناني من بعد ما انتشرت اخبار عن بعض المحطات اللبنانيه يلي رح تروح للتشفير لحتى تصير مدفوعه، وهيدا من جراء كمان الوضع المتردي اعلاميا مش بس بلبنان، بالعالم العربي ووين ما كان بالسنوات الأخيرة، ولكن تحديدا بالفترة الأخيرة. ومن بعد ما كمان هذا الأسبوع انتشر خبر كمان راديو وان يلي كمان ودع المستمعين من بعد فترة طويلة على الهواء، أكيد بيأسفنا نسمع هيك أخبار. وكتبت الزميلة الصحفية والإعلامية نسرين زواهرة بنبض.تي في مقال صدر اليوم تحت عنوان إلى تلفزيوناتنا اللبنانية. رح أقرأ مقتطفات منه قبل ما أخذ نسرين باتصال لحتى نحكي عن هذا الموضوع المهم جدا. لماذا تشفر محطاتنا اللبنانية شاشاتها؟ لو ناقشنا الموضوع من الناحية المادية لقلنا أن إعلامنا اللبناني يرزح منذ سنوات تحت خط إلى حد الإقفال، وقد وصل الوضع إلى خواتيمه في العام 2019 بعد إقفال أكثر من 10 مؤسسات إعلامية لبنانية ما بين المكتوبة المسموعة والمرئية. وبتابع نسرين عبر نبض دوت في لحتى تقول قرار تشفير المحطات اللبنانية قد يكون قرارا سليما لاستمرارها وعلينا بدعمه كمشاهدين، ولكن هل هذا هو الحل؟ طبعا لا. أيضا بتابع المقال ليقول فالوضع تعيس جدا ومحزن، والتشفير لن يكون العملية الإنقاذية التي يجب اعتمادها للخروج من الأزمة، لأن في الأساس المادة التي تقدمها المحطات اللبنانية كناية عن سلسلة إعادات أكل الدهر عليها وشرب إنتاجات درامية بعضها كارثي وحلقات تلفزيونية قديمة لا تصلح بإعادتها. وأكيد هذا الخبر بيثني على كل الإعادات اللي عم نشوفها من جراء تردي الوضع المادي وشح وعدم الإنتاج بمؤسساتنا. بتابع نسرين زواهرة من خلال نبض.تي في وبتقول بالمقال نحن كإعلاميين لبنانيين نستنجد وزارة الإعلام حماية إعلامنا من الرضوخ لأي ضغوطات مهما كانت، فهي ملزمة بوضع خطة طوارئ إنقاذية اليوم قبل الغد، لأننا نرفض الاستسلام
ولن نسمح أن يدفع أعلامنا هذه الفاتورة الباهظة وأن يكون الورقة ضعيفة لتحقيق مكاسب سياسية. بتختم نسرين ظواهرة من خلال نبض تي في بهذا المقال يلي بيضوي أكثر على الوضع الإعلامي المتردي، كما أنه بتغمز بخلال كتابتها أيضا إلى نتفليكس وبتعطيها إكزامبل يلي عم تتجه أكثر كمان للإعلام الأونلاين من خلال دوكيومنتريز، من خلال أفلام، من خلال تي في سيريز يلي كمان عم تنعرض وعم نشوف هالشي كمان بشاشاتنا الأونلاين. ما بعرف إذا نسرين صارت معي على الهواء لمناقشة مضمون هذا المقال تحت عنوان إلى تلفزيوناتنا اللبنانية لا وألف لا. نسرين ألو. ايه بونجور شادي. صباح الخير. صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم يسمعوا. صباح الخير لك الاعلاميه والصحفيه نسرين ظواهره. بدايه شكرا لانه دائما بتعلي صوت الحق وخاصه بما يتعلق بالاعلام هالمكان يلي بعز عليك اليوم الى تلفزيوناتنا اللبنانيه لا والف لا، وعم تغمزي بهذا المقال ضمن نبض تي في للتشفير يلي كمان عم يتجه اعلامنا ليصير مدفوع وعم بيزيد يعني العبء على المشاهدين. قد ايه هذا الموضوع نسرين اليوم شائك ومهم خاصه بالظروف اللي عم نمر فيها؟ يعني شادي انا كتبت هيدا المقال بوجع، يعني ما فيني اقول لك قد ايه هيدا الموضوع مزعلني. انا قلت ببدايه المقال انا مش ضد انه محطاتنا تشفر، بدهم يعيشوا لانه ما عاد في سوق اعلانات وما عاد في شيء، بس هيدا مش الحل لانه كل محطه اليوم عندها ديون بملايين الدولارات ما في شيء رح يطلعها منها. يعني وبعدين نحن تنشترك وندفع هيدا التشفير هم شو عم بيقدموا لنا؟ ومن هيك انا اعطيت اذا بدك مثال النتفليكس اللي عم بتقدم انتاجات عالميه باهره العالم كلها، انتم شو عم بتقدموا اصلا لحتى نشفر؟ واصلا يمكن لو بدهم عندهم النيه ما قادرين. يعني اليوم في مصيبه اعلاميه، يعني انا اليوم بحكي كاعلاميه من وجع كثير كبير، انا كل كاريرتي اللي بنيتها من 15 سنه كاريرتي اليوم عم تتدمر. ومش انا بس شادي، كل الاعلاميين 99% من الاعلاميين صاروا باخر 10 اشهر او سنه عم يشتغلوا اشغال ثانيه مني وجر. لا فشرتوا، مش نحن اللي قعدنا نشتغل على كاريرتنا سنين تيجي تروحوها هيك. وينون لقيت؟ شو عنده غير مجله نادين؟ شو عم تعمل لنا النقابه؟ وينين وزاره الاعلام؟ مش مسموح مش مسموح. نحن كل شيء عملناه بالاعلام، كل اذا بتروح على دبي كل من دبي بجمعتين لكل اعلاميي دبي والناس اللي بيشتغلوا ورا الكواليس هن لبنانيين، نحن صدرنا الاعلام. صحيح. مصر نفس الشيء، هيك بصير فينا؟ هيك بنصير نحن تلفزيون وكله مسكر امطار شادي؟ كل يعني ما في غير تلفزيون لبنان لانه شوي مدعوم من الدوله، كل التلفزيونات فللت موظفينا. صحيح، يعني شفنا راديو وان، صحيح شفنا راديو وان مؤخرا، شفنا تلفزيون المستقبل، شفنا كل راديو وان، راديو وان اللي صار له 37 سنه بتسكر، جرس سكوب، تلفزيون مستقبل، نون، يعني انا عندي الليسته تبع الناس اللي سكرت. طبعا طبعا نسرين اليوم جريده النهار، جريده النهار اللي انا بنتها اليوم عم تطلب مساعده. طب مش مسموح الذل؟ مش مسموح، مفروض الدولة تدعم مثل ما بتشوف بمصر. إذا بتشوف انطلاقا من يلي عم بتقولين نسرين اليوم، وشو المطلوب من وزارة الإعلام الوزيرة عبد الصمد يلي استلمت وزارة الإعلام وكمان على أبواب البيان الوزاري وعلى أبواب هالأمل يلي يمكن ناطرين إنه يغير شيء يعمل شيء بظل هالأوضاع التعيسة المقرفة، وبعتذر على التعبير يلي قلته اليوم. شو المطلوب من وزارة الإعلام؟ شادي اليوم بدها خطة طوارئ بكل معنى الكلمة. مفروض الدولة اليوم، نحن منا بلد فقير، يعني نحن مش أفقر من مصر ومش أفقر يلي إعلامهم مدوع الدنيا كلها، نحن مش أفقر. بمصر أكبر التلفزيونات تدعمها الدولة وتدعمها وزارات الإعلام، نحن اليوم مفروض وزارة الإعلام تدعم هالتلفزيونات تطلعها من ديونها. مفروض نحن الإعلام، مش مفروض نحن نحن رح يتسكر الباب علينا قريبا من نجر. نحن اعلاميين اشتغلنا اليوم، وضعنا تعيس اليوم، كلنا قاعدين عم نشتغل اشياء تانية. ليه؟ واذا بقي هيك هالتلفزيونين ثلاثة الباقيين وانا سامع اخبار من جوا من هيك زعلانة، كله عم يتجه يا يصير اخباري يا اقفل. نعم. يا لحفظ ماء الوجع عم بعيده. نعم. يعني مش نسرين ختاما وانطلاقا من المقال يلي نعم. كمان ذكرنا كل تفاصيله. ايه. اليوم قد ايه كمان التركيز على الاعلام المدعوم من الدوله مثل كل البلدان يلي كمان بتكون هي المصدر
الى جانب المحطات الخاصه. اليوم قد ايه كمان يعني مطلوب التركيز على هذا الموضوع والدعم لحتى يكون في استمراريه ويكون في صوره حضاريه ثقافيه نقدر ننقلها بانتاجات ان كان دراميه ان كان تلفزيونيه من خلال برامج سياسيه اجتماعيه ترفيهيه وغيرها؟ يعني مش غلط الدعم واصبح ضروري، يعني اليوم اصبح ضروري لما هيدا البرج العالي يكون عم يوقع ينسند من الوزاره، نحن مفروض نساند بعض. ليه؟ لانه الاعلام هو وجهه لبنان، وما بعتقد يعني نحن بلد متحضر، ما بعتقد اذا ندعم من الدوله يعني دخيلك ما تفوت السياسه وتفوت الاحزاب، انه بس لازم اعلام لبنان يبقى حر ولازم يندعم ولازم يضل قوي. نحن بلا اعلامنا ما بنسوى شيء، ما بنسوى شيء، يعني كل السياسه رايحه اللي بيبقى هو ناس ضوت بمختلف المجالات. شكرا لك. الرساله اليوم بوديها ان شاء الله يا رب توصل. شكرا لك وشكرا نسرين زواهرة، عالميه وصحفيه بنفتخر فيك بلبنان والعالم العربي. شكرا لهذا المقال اليوم، شكرا للمداخله ضمن احلى صباح. اهلا وسهلا مشاهدينا، نحن وياكم منتابع بصبحيتنا محطة تانية ثابتة ما فينا إلا ما نتوقف عندها وهي الرياضة. منشوف فتنس كوتش سائر حسكور شو محضر لنا تفاصيل رياضية بهذا سيجمنت، منتابعه سوا. من بعد الرياضة منتابع صبحيتنا مشاهدينا نحن وياكم، منروح لأحوال الطقس بكل تفاصيله ودايما مع مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي. جوسلين بوفاري صباح الخير. صباح النور، شو أخبارك؟ الحمد لله منيحة. يا هلا جوسلين، اليوم طقس حلو، عم بيكون طقس كمان عم بيساعد الأشخاص اللي بيحبوا يعملوا رياضات شتوية على المرتفعات سكي وسواها. خبريني كيف طقس اليوم؟ ممتاز اليوم خير. اليوم طقسنا كثير منيح بالنهار، بالليل في بعض الرزاز يعني مناطق شماليه، بس هذا الشيء ما راح يمنعهم ابدا لما بيكونوا نزلوا. هذا الشيء مكمل للخميس. خميس بالليل بيتغير الطقس حتى من بعد الظهر. يعني مبدئيا اليوم طقسنا غيم جزئيا، عندنا ضباب على المرتفعات، بالنسبه للحراره ما في تعديل مثل امبارح، وهذا الاحتمال بمناطق شمالية هاي شوية الرزاز بس ما بيأثروش مثل ما قلت. الأربعة طقسنا قليل غيوم لغيم جزئيا، عندنا ارتفاع بدرجات الحرارة. الخميس طقسنا ببداية النهار قليل غيوم، ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بلش تنشط الرياح لاقتراب بالمنخفض، المنخفض الجوي اللي هو تقريبا عاصفة فينا نسميه، نسميه منخفض جوي كريم، رح يأثر علينا اعتبارا من الخميس بالليل أو صباح الجمعة وبيمتد لنهاية الأسبوع. كيف حرارة الحرارة رح تتراوح اليوم؟ اليوم على الساحل رح تتراوح من 7 لـ21 درجة، فوق الجبال من 4 لـ15 درجة، وبالداخل من 3 لـ16. الرياح السطحية رح تكون الشاملة إجمالا جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، الرؤية جيدة، والرطوبة بين 45 و75%. البحر اليوم مائج وحرارة سطح الماء 16 درجة، أما الضغط الجوي اللي بهمه الأمر فبيكون بيسجل 1018 هكتوباسكال ما يعادل 764 مليمتر زئبق. الغروب على الساعة 5:12 دقيقة والشروق 6:33 دقيقة. يعني باختصار نحن هلأ طقسنا مستقر لوصول المنخفض، فعليا هو ذروته السبت بعد الظهر. وأكيد كل التفاصيل أول بأول معكم من مصلحة أكيد. الأرصاد الجوية جوسلين أبو فارس، دايما كل التفاصيل معك بدقة بناخذها. شكرا لك. أهلا وسهلا، بتمنى لك نهار حلو. مشاهدينا نحن وياكم هذه كانت جولتنا على أحوال الطقس لليوم، طقس حلو طقس مستقر. لكل الأشخاص يلي قادرين ياخذوا أوف أو عندهم نص دوام بشغلهم هيك بيقدروا يطلعوا يعملوا سكي يستفيدوا من الطقس ومن هيدي الظروف. دايما نفكر بإيجابية ودايما نقلب الأمور لمصلحتنا كيف ما كانت، وكل فترة بتخلص وبتلاقي الحل المناسب لها. خلينا نفكر دايما بهالروحية وبهيدا الإيجابية، ولما نحكي بالإيجابية بنكون عم نحكي عن الثقافة يلي دايما عندها حيز كبير بمجتمعنا وبكل النشاطات يلي عم بتصير ببيروت. بنشاط رح كمان نشوفه عبر شاشة تلفزيون لبنان
ومن خلاله بتواصل الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية إقامة المواعيد الفنية اللي تعودنا عليها بقاعة بيير أبو خاطر بحرم كلية العلوم الإنسانية بجامعة القديس يوسف بالإي إس جي. الأوركسترا رح تقدم أمسية خاصة بقيادة المايسترو أندريه الحاج ليل 12 شباط، وهي تحية للموسيقي وللممثل اللبناني الراحل فؤاد عواد. هذا الموعد رح يكون بغمزة بتحية بلقاء فني. الأمسية مثل ما ذكرت رح تنقل عبر شاشة تلفزيون لبنان، وأيضا موعد لكم لحتى كمان تحجزوا الأجندة تبعكم إذا عبالكم تحضروا الكونسرت لايف بحرم جامعة الواجي بكلية العلوم الإنسانية قاعة بيير أبو خاطر ب 12 شباط. حطوها على الكالندر عندكم. نحن وياكم نتابع صبحيتنا قبل ما نفوت على أول فاصل وننطلق بلقاءاتنا الحوارية. دايما مع زميل داني حرب منروح لمواضيع متنوعة بيجمع لنا ياهن بريبورت، أخبار متفرقة من حول العالم منتابعهم. كان عمره 15 سنة اضطر محمد المهنة لإخفاء العود اللي اشتريه من السوق وهو بطريق العودة للمنزل لتفادي المتاعب، وما كانت الموسيقى والترفيه وغير ذلك من أشكال الفن موضوع ترحيب بهالوقت. لكن اليوم وبعد مرور 8 سنوات من هاللحظة بيجلس الشاب 23 سنة بسوق لبيع الكثار والعود والكمان والآلات الموسيقية الكهربائية، وبيختبر العود الجديد دون مواربة بينما بيسافر صوت الموسيقى خارج المتجر. وسمح التغييرات الاجتماعية السريعة بعهد ولي العهد محمد بن سلمان من بين رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات والاختلاط بين الجنسين والترفيه العام لمهنة وغيره من السعوديين بعدم إخفاء شغفهم بالسنوات الأخيرة. يمكن عمري 15 سنة مو بعيدة مرة، يعني 8 سنوات، لكن التغير اللي صار أكبر من 8 سنوات، يعني هو فعليا 8 سنوات لكن تغير كبير. وقتها كنت يعني لما تطلع تحط تخبي العود وما حد يشوفك وأشياء كثيرة يعني كانت تحصل أنك أنت تحاول أنك ما تلفت الأنظار. الآن الحمد لله بعد الانفتاح صرنا نغني في مطاعم، نطلع في أماكن عامة لكن يعني حدائق وكذا وندندن عليها ونمارس هوايتنا يعني طبيعية بكل أريحية. وأصبح من الممكن اليوم رؤية السعوديين من جميع الفئات العمرية وهن عم بيبحثوا عن الآلات الموسيقية بأقدم سوق للآلات الموسيقية بالرياض. الحين لما انفتح لنا المجال هذا اننا ناخذ يعني جونا وراحتنا ونبدع للأحسن ما عندنا، صرنا بالعكس بلد منتج بدل ما كنا اول بلد يستقبل، احنا الحين صرنا بلد نصدر، يعني بدا الناس يسمعوننا برا. اول كنا نروح برا نسافر برا البحرين وذول عشان نسمع من الناس، الحين الناس تجي هنا تسمع منا. وكان التحول ايجابي ايضا لاصحاب المتاجر اللي زادت مبيعاتهم وازدهرت اعمالهم. طبعا نول ما كنا نعزف قدام الجمهور او في السوق او كذا، يعني متحفظين على انفسنا من الجمهور او من شيباننا الكبار اللي يشوفونا وكذا. الان لا، صار يعني زي ما تقول عادات وتقاليد، الان لا صار انفتاح، يعني كل الشباب يعزفون، الصغير يعزف، الكبير يعزف، العالم تغني، العالم يعني ماخذين الفن هو فن على اسمه. وكانت الحكومة السعودية قد دشنت بعام 2016 الهيئة العامة للترفيه بإطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لترعى الحفلات الموسيقية وتتيح خيارات الترفيه أمام السعوديين اللي اعتادوا على السفر للخارج لمشاهدة العروض. أول ما كان في إقبال سابقا كان تخوف وكان هذا، لكن الحين مع الانفتاح ما شاء الله
صار يعني مفتاح قوي سعودي من جميع الجنسيات، يعني اقبال الجيتار كمان للعود لاي اله، يعني ما شاء الله مع موسم الرياض هذا ما شاء الله عليه، يعني ما فيش حاجه لو في كل شيء. مشاهدينا متابع صبحيتنا نحن وياكم، أحلى صباح دايما معكم عبر السوشيال ميديا كمان من خلال الفيسبوك بيج، وأكيد بتابعوا كل تفاصيل برنامجنا ضمن www.teleliban.com.lb ضمن الويب سايت اللي بيجمع كمان كل تفاصيل محطة تلفزيون لبنان. ننطلق بلقائنا الحواري الأول ومنروح مباشرة للموضوع الأبرز الهايلايت اليوم تحديدا وبهيدي الفترة عن فيروس الكورونا، لحتى نكون مع مستشار وزير الصحة للأمور الطبية دكتور محمد بهجت حيدر. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك دكتور. قبل ما نحكي بأي تفاصيل تانية مع المخاوف يلي تزايدت كمان مع خبر وصول السفينة يلي بتحمل بضائع متجهة من الصين، يلي هلأ بها الأثناء يلي نحن عم نعمل مقابلة فيها وصلت، وفي أطباء عم بيتم الإشراف من خلالهم على الأشخاص اللي قادمين كمان على متن هالسفينة، خبرنا تفاصيل أكثر وحصرية لصبحيتنا. أول شيء بالنسبة للباخرة هي وصلت الساعة 6 الصبح على المياه الإقليمية، وتوجه فريق مختص على الباخرة وتأكد أنه ما في عنا أي عوارض مرضية عند أي من الأشخاص الموجودين على الباخرة. وطبعا اللي لازم نعرفه انه الاشخاص الموجودين على البيخره تخطوا وجودهم على البيخره المرحله اللي هي بيظهر فيها الفيروس، اللي هي اكثر من 14 يوم. فنحن من الناحيه الطبيه مؤكدين انه ما في عندنا ولا اي عوارض بالنسبه للفيروس. نعم. الساعه 8:15 البيخره توجهت على مرفق بيروت، وبس وصلت طلع فريق مختص من الامن العام كمان كشف على البيخره وتبين له انه ما في عندنا اي مشكله، وانه هذه البيخره تراعي كل الشروط المطلوبه والمعايير الصحيه والنظافه المطلوبه، وتبين انه بيخره فينا نعتبرها اكثر من 5 نجوم كثر ما كانت كثير نظيفه. وبطمن الشعب اللبناني مثل ما بشدد معالي الوزير على انه نحن عم نلحق الامور خطوه بخطوه، وحنكون شفافين باي لحظه عنا اي معلومات حنعلنها دغري. وهلا بنعلن انه هاي البيخرة ما في عليها أي إصابة بإصابة يعني كورونا، وما بتذكر آخر الأنباء يعني مباشرة. أنا بعرف كنت عم تتواصل هلأ قبل ما نطلع على الهواء مع المعنيين بهيدا الموضوع يلي عم يشرفوا كمان الأطباء يلي عم يشرفوا على سلامة هذه السفينة، يعني ما في خوف أبداً أبداً أبداً. وبحب شدد مثل تناول معالي الوزير كذا مرة إنه البيخرة تحمل بضائع، والفيروس ما بيعيش على المواد، بده يعيش داخل كائن حي، فالمواد لا تحمل الفيروس، فالبضائع الموجودة مؤكدة انه ما بتنقل المرض من محل لمحل. نعم. في شغله بدي شدد عليها، مثل ما تناول معالي الوزير الصحة امبارح بالمؤتمر الاعلامي اللي عمله الجلسة الاعلامية اللي عملها بوزارة الصحة، اللي هو شدد على دور الاعلام بنقل الوقائع. هذا اللي بدي انطلق منه، قد ايه هذه شغلة مهمة جدا. نعم. لعدم تناقل اخبار مغلوطة، او لانه اليوم على السوشيال ميديا صار كل واحد بكب خبر مش صحيح. معروف مصدره صحيح. قادر يتكاثر هذا الخبر ويصير فيروس بحد ذاته. قد ايه الشغلة شدد عليها معالي امبارح بمؤتمر شدد كثير عليها معالي، وكان توجهه للاعلام بشكل خاص انه نقل الحقيقه مثل ما هي، نحن ما عم نطلب انه نخبي اي معلومه، بالعكس بدنا نقول المعلومات مثل ما هي، بس بدون ما نثير الهلع بمعلومات مغلوطه، ووزاره الصحه هي المصدر المناسب لاعطاء المعلومات الصحيحه. وكما تعهد معالي الوزير كذا مره وتعهدت الوزاره ما حيكون في عندنا تخبيه لاي خبر طبعا. نحن عم نتعامل بشفافيه تامه، لانه نحن عايشين كمان بهذا الوطن
اذا في اي فيروس كمان بيلحقنا دور، نحن مش ما عندنا حصانه على يعني على الموضوع. مهم كمان التوجه للاعلاميين، لان هالورشه كانت موجهه تحديدا للاعلاميين يلي عم يشتغلوا بهذا الحقل، وضمن اطار هذا الموضوع يعني قد ايه كمان التوجه، لانه في رساله وفي مسؤوليه طبعاً علينا طبعاً لحتى نكون صله وصل في امان، تكون شبكة أمين بيننا وبين المشاهدين وبين الوزارات والمعنية. صحيح، مثل ما أعلننا سابقا من خلال الإعلام، نحن نعتمد كتير على موضوعيته ونقل الحقيقة مثل ما هي. شددنا على أنه صلة الفريق العمل الطبي الموجود ضمن وزارة الصحة ومن خلال مصلحة الرصد الوبائي عم بيشتغلوا ليل مع نهار بأعلى معايير الموجودة لمنع دخول هذا الفيروس على البلد. طبعا أي حالة يكون عندنا شك من خلال الهيستوري انه راح على الصين او مرق بمنطقه موبوءه، عم بيتاخذ كل الاجراءات اللازمه لمتابعه هالموضوع مع الاشخاص من خلال الاشياء المعتمده بالمعابر، عم قصد المطار بشكل خاص، من الحصول على الحصول على البيانات لكل المسافرين واجراء الفحص الحراري عند دخولهم للبلد. رح احكي عن الاجراءات اللي عم تتخذوها كمان مع يعني اكيد الوزاره عم تتخذها بمساعده المعنيين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ولكن بدي احكي شوي كمان عن المؤتمر امبارح اللي توجه للاعلاميين، يلي تلفزيون لبنان كمان كان حاضر مع زميلي نوال اشقر، مع كمان ريبورت اللي شفناه بالاخبار اليوم. شو الزواده يلي اخذوها الاعلاميين معهم؟ شو التمني؟ شو الطلب يلي اصر عليه الوزير؟ وشو النقاط الثانيه يلي كمان تفصلت بخلال هذا اللقاء؟ كان في عده نقاط تناولها مع علي، بس مثل ما قلت لك اهم نقل الامور بموضوعيه وايجاد صله وصل لاخذ المعلومات من الوزاره بشكل مناسب من المصادر الموثوقة. وكان في بالنقاط اللي شددنا عليها انه نحن نتعامل بشفافية تامة وكل الامور نتناولها بطريقة علمية ودقيقة. نعم، بالعودة للإجراءات يلي اليوم كمان كل الشعب اللبناني عم يطلع لها، في هيدا الهلع يلي أصاب اللبنانيين من بعد تفشي نبأ وكمان فيروس الكورونا اليوم على مطار بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، شو الإجراءات يلي عم تتخذ لحتى نكون مطمنين أكثر؟ وكيف الوزارة عم تشتغل لحتى تكون مطمنة أنه كل الوافدين عم يخضعوا لفحوصات وإجراءات معينة؟ شو هي؟ أي مواطن جاي عبر الطائرات عن مطار رفيق الحريري الدولي عم تتاخد بالطيارة المعلومات عن المناطق اللي زارها قبل ما يجي على لبنان، وإذا كان في عنده زيارة لمنطقة موبوءة هيدا المواطن بشكل خاص بينحط على ليستة معينة ويتم التواصل معه من بدء وجوده دخوله للبنان لمدة 14 يوم، ويتمنى عليه الوجود بأماكن عدم التعاطي مع الآخرين لحين التأكد انه ما في عندنا اي عوارض. ها اولا، ثانيا كل الاشخاص اللي عم يفوتوا عبر مطار رفيق الحريري الدولي عم يمرقوا عبر الترموسكان، يعني اي شخص عم يلاقي عنده درجه حراره معينه حتى لو ما كان عندنا انه كنا يكون عنده فيروس عادي، يكون عنده انفلونزا عاديه، بس في عندنا حراره معينه عم ناخذ الاجراءات ونقوم بالفحوصات اللازمه. والفريق المختص عم بيتابع مع كل الاشخاص عبر الهاتف وعبر الاتصالات الدائمة بالنسبة عند إذا في عنا أي عارض لازم يستدعي إجراء أي فحوصات لهالموضوع هذا. طبعا في يعني كمان أخبار تانية وبما يتعلق بالمنح الطبي للفيروس، ببعض الأحيان ما بنقدر نشخصه قبل مرحلة معينة. صحيح. مثل ما ذكرت عم يتم متابعة وملاحقة الأشخاص يلي في تشكيك بحالتهم أنهم عندهم. صحيح. ارتفاع يمكن حرارة أو سواها، يعني قد في دقة بهذا الموضوع وقد في متابعة. نعم. كمان المتابعة تتناول شقين، الشق إذا واحد كان جاي وعنده حرارة ممكن يكون انفلونزا عادية أو أي. نعم. شيء تاني أو أي مرض تاني، والشق اللي هو الفترة اللي بيكون فيها الفيروس موجود بالجسم بس بعد ما بلش يظهر ولا يعمل عوارض. عادة الفيروس بده بعد ما يتعرض الشخص للفيروس بده من يومين ل14 يوم لحتى تظهر العوارض، بس نتخطى ال14 يوم إذا ما في أي عارض معناتها الشخص ما عنده هالفيروس هيدا. إذا كان في عنا أي مواطن كان بمنطقة موبوءة
عم بيكون عنده تعليمات صارمه بعدم التجول بوجوده بهي حجز ضمن منطقه معينه، ومتابعه لمده 14 يوم للتاكد انه ما خلوه من عوارض الفيروس. فاذا كان عندنا اي اشتباه ساعتها بيتم اجراء الفحوصات اللي هي البي سي ار لحتى نشوف اذا في عندنا هالفيروس موجود بالجسم ولا لا. نعم. اليوم توصيات منظمه الصحه العالميه للبنان دائما كمان متابع لها، وزاره الصحه بتلتزم بكل هذه التوصيات. اليوم انبعث مكتوب تعمم على الكل، شو بتتضمن تفاصيله اليوم صحيا كمان بأي مرحلة نحن، وأداء الوزارة كمان عندها حرص على متابعة والالتزام كمان بكل هذه المقررات لحتى نكون على يعني خريطة الصحة بطريقة سليمة. بتعرف منظمة الصحة العالمية عم تتابع الموضوع بشكل دقيق مع كل الدول بالعالم، ونحن ملتزمين بالتعاون الدقيق والوثيق مع منظمة الصحة العالمية وتنفيذ كل الأمور اللي هي بتطلبها، ووزارة الصحة عم تلتزم بكل الأمور، مثل ما قلنا التجديد هو على المراقبة بالمرحلة الحالية، لأنه لحد الآن برجع بشدد على كلمة لحتى الآن لا يوجد أي إصابة في لبنان أو اشتباه بإصابة بلبنان لفيروس الكورونا، وبهالحالة هاي نحن ملتزم بالمعايير اللي هي متابعة وتفادي انتقال هالمرض للبنان. طبعا هل تم التواصل مع السفارة اللبنانية بالصين للتأكد أنه ما في عدد من اللبنانيين أو ما حدا يمكن منصاب أو يعني المتابعة بهيدا الإطار؟ نحن على تواصل دائم مع وزارة الخارجية اللي تواصلت مع اللبنانيين الموجودين بالصين، اللي هن عددهم قليل جدا، هن عبارة عن 4 أشخاص، تم التواصل معهم ونحكى معهم إذا بحبوا يرجعوا على لبنان ولا لا. هن أصروا يضلوا هلأ حاليا بالصين وهن بصحة جيدة وما في عنا أي إصابة، وعم يأخذوا كل احتياطاتهم لعدم انتقال المرض لهم. اليوم كمان من أمام الواقع والأزمة اللي عم نمر فيها اليوم، الجسم الطبي بلبنان عم بيعاني، ومن ضمن هذه المعاناة كمان يمكن جزء آخر متعلق بالكورونا، ما عنا الفحص أو المستلزمات اللازمة بما يتعلق بهذا المرض. هل رح نستقدم، هل رح نقدر نوصل لحل جذري ولنوضح يعني شو يلي بينقصنا لحتى نفحص لحتى نطبب نعالج، شو يلي بينقص بموضوع الكورونا تحديدا بظل الأزمة الطبية اللي عم نمر فيها؟ هنجزئ الموضوع لعدة أجزاء. الجزء الأول بالنسبة للتشخيص، نحن منظمة الصحة العالمية وعدتنا خلال هالأسبوع هيدا بيوصل لعنا الكيت اللي نحن عم نعمل الفحص داخل لبنان، بس بحب طمن المواطنين اي شك عنا عم ينبعث الفحص على اوروبا عم ينعطى فيه النتيجه باسرع وقت لحين وصول الفحص للبنان. وطبعا بلبنان في الشركه المورده للكيتس اللي هن اجراء الفحص عم بتقلنا خلال اسبوع او 10 ايام ماكسيموم بكون متوفر في اغلب المستشفيات بلبنان ويكون اجراءه. هي بالنسبه للفحص. الفحوصات الاخرى اللي هي فحوصات الدم العاديه تجرى في جميع المراكز بلبنان، المراكز الحكوميه والخاصه. بالنسبه للعلاج لحد هلا لعلاج مرض الكورونا ما في علاج خاص للفيروس، بس احنا بنعرف مثل اي فيروس مثل الجريب بيعملنا عوارض ومشاكل، منها التهاب الرئه، التهابات بأماكن معينه. هون الادويه حاليا متوافره، وبحب شدد على شغله معينه، انه في بعض الناس بيفكروا انه الانتي فايرال اللي عم بيستعملوه للاتش 1 ان 1 بيمشي على الكورونا، فعم بس يحسوا باي عوارض فيروس دغري بيلجأوا للانتي فايرال لحتى يستعملوه. بشدد انه هيدا منه فعال، اثبت انه منه فعال. الواحد ما يستعمله قبل ما يلجأ للطبيب، اذا قال له الطبيب استعمل هيدا الدواء يستعمله. يعني خلينا بهالمرحله هاي نتعاون سوا على انه نخفف انه استعمال الادويه الغير مفيده، وممكن تخبي لنا عوارض ثانيه وتخلي المرض يتفاقم بدون ما نقدر نعرف شو السبب الاساسي. وعلى كل حال انطلاقا كمان من الوقايه الصحيه انه نرجع دائما للطبيب لاي قرار بيتعلق بصحتنا، لانه اكيد ما رح نفهم اكثر من المختصين صحيح. بهذا الموضوع صحيح. دكتور، اليوم الوزاره كمان على جانب فيروس الكورونا اللي اخذنا تفاصيل، وبرجع بشدد وبذكر انه لكل الاشخاص اللي ما كانوا عم يتابعونا من اول لقاء، انه الباخره اللي وصلت وبتحمل العاب الكترونيه على متن ادوات الكترونيه واصله من الصين، اكدت وزاره الصحه مباشره من خلال احلى صباح انه ما في اي حاله، وتم فحص الوافدين، ومثل ما قال يعني حضرتك دكتور قلت انه الاغراض ما بتنقل هيدا طبعا. الفيروس بده جسم حي. اليوم امام هذا الواقع وعلى هامش الموضوع، في عنا كمان مشكله مستجده بلبنان امام كمان اعتراض واحتجاج الجسم الطبي على نقص
الأغراض من جراء كمان التدهور الاقتصادي ما أثر على شراء المستلزمات الطبية من الخارج. اليوم نحن وين من هذا الموضوع وكيف عم يلتقى الحل له؟ هيدا بالنسبة لهذا الموضوع في تواصل دائم بوزارة الصحة ومصرف لبنان ورئاسة الحكومة لإيجاد حل للتغطية المالية لإجراء التحويلات إلى خارج لبنان. وتعهد حكم مصرف لبنان على أنه حيأمن الأموال بأسرع وقت لتقدر الشركات تقدر تحول الأموال لبرا لتقدر تستورد كل البضاعة الناقصة. يعني هل في مهلة زمنية عم نشتغل فيها أو ما في وقت؟ بأسرع وقت بتصور القصة قصة أيام لكون انتهت. نعم. اليوم كمان دكتور حيدر أمام التحدي الجديد لوزارة الصحة اللي دايما برهنت عن متابعتها عن وقوفها كمان إلى جانب اللبنانيين بقدر المستطاع بالمستلزمات الموجودة. اليوم هل من خطة أمام البيان الوزاري؟ هل من خطة أمام يعني العمل الجدي وخاصة بهالمرحلة لأنه اليوم الكل مراقب والكل محاسب والكل يعني لازم يكون عم يعمل شغله صح؟ كيف رح تكمله بهذا الإطار؟ بالنسبة للإطار لقصة الكورونا والوضع الصحي بلبنان، رئاسة الحكومة شكلت لجنة مهمتها المراقبة الصحية والتفاعل مع كل القطاعات الصحية بلبنان لاتخاذ الخطوات السريعة ولحماية اللبنانيين وإجراء أي شيء بحاجة لأخذ عمل سريع بإنجاز الخطوات. هاي اللجنة ألفت من كم يوم وتتواصل مع كل الجهات المعنية لتفادي أي مشاكل بهالأمر. هيدا بالنسبة لأمراض الكورونا. بالنسبة للأمراض بالنسبة للمواضيع التانية، البيان الوزير اللي حيصدر بعد كم يوم في جزء منه يتعلق بالقطاع الصحي اللي عمليا حنشتغل على حل كل هالمشاكل اللي واجهتنا بالحقب الماضي من الأدوات الطبية اللي مش عم نقدر نستوردها أو الأدوية. لتفادي الوقوع بالمحصول اللي هو نقص المواد بلبنان. يعني دايما إيمانا منا بمهنية وزارة الصحة وبوطنيتها يلي بتطلع على كل اللبنانيين طبعا. وإيمانا منا بالإنسان منشد على إيدكم لحتى تكونوا دايما عم بتوفروا لنا صحة لأنه هيدي أقل المستلزمات وأهمها كمان يلي بحاجة لها. مثل ما قلت حضرتك هيدي واجباتنا، عم نحاول نعمل كل شيء ضمن الطاقات اللي عنا إياها والموارد اللي عنا إياها وبنوعد المواطنين إن شاء الله بالتعاون مع الجهات الاقتصادية ومصرف لبنان والحكومي إن شاء الله حنقدر نحل هالمشكلة بأسرع وقت. دكتور محمد حيدر مستشار وزير الصحة للشؤون الطبية، أنا بشكر حضورك معنا وتطمينك كمان لقلنا عبر أحلى صباح، وإن شاء الله دايما نلتقى لحتى نحكي عن لبنان المتطور بالصحة والسباق ودائما يلي عم بيوافي كل الشروط العالمية بهذا الإطار. شكرا لحضرتك. إن شاء الله. شكرا لكم. الله يخليك. مشاهدينا منتابع نحن وياكم، ولكن بعد الفاصل نو زابينج، خليكم معنا. منتابع نحن وياكم صبحيتنا، موضوع بيخدنا أكتر كمان للجيل الصغير للشباب وصبايا أو التينيجرز الأطفال، وكمان كلنا معرضين من خلال الفيديو جيمز اللي صرنا مدمنين عليها، إن كان على الموبايل تبعنا على الآيبادز على الكمبيوتر، دايما في اتجاه لهيدا الموضوع، وهيدا الموضوع ممكن يؤدي للإدمان خاصة بما يتعلق بالألعاب الإلكترونية. ما بين التسلية والإدمان عم بيكون في خيط كتير رفيع، رح نحكي بكل تفاصيله من الناحية النفسية، تفاصيل أكثر من فصلها مع خبيرة محلفة لدى المحاكم اللبنانية واختصاصية علم نفس دكتور سعاد سلوم. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية خلينا نعرف شوي هالألعاب الإلكترونية يلي على مر الزمن تطورت تقدمت وصار في نوع من متابعة لها وتطور، وخاصة اليوم مع بيطلع فيرسيون جديدة كل يوم أو يومين من هالألعاب، إذا فينا نعرف شوي عن هالمكان ومن الناحية النفسية كمان أدى هيدا الملاذ أو إشاباتوار، خليني أقول واحد بيهرب من خلال اللعب بالفيديو جيمز. صحيح. أول شيء بدي أعرف ما هو الإدمان، لأنه هون فتنا بفلك طبعاً. الإدمان طبعاً. الإدمان هو حالة بتسيطر على العقل وصار الإنسان أسيرة، بطل يقدر يعمل شيء، نشل إذا بدك. نحن عنا خمس حواس، نحن حياتنا لازم تكون مبرمجة على الخمس
حواس خلال النهار، لا تبع الألعاب صار حواسهم العقل سيطر عليهم، ما عندهم إلا قاعدين عم بيلعبوا بيشوفوا فيلم ورا فيلم أو لعبة ورا لعبة، وهيدي بتعطي زيول كتير خطرة على تصرفاتهم على سلكياتهم، بتعطيهم عدائية لأهلهم، شطروا أخذوا دويرة قعدوا فيها كأنه منوا بقلب بيت عائلي، صاروا مستقلين صوريا وأسيرين هالألعاب اللي عم بينجرفوا فيها تلقائيا، بطلوا فيهم يوقفوا. نعم، هذا الإدمان يلي حضرتك عم تحكي عنه اليوم أمام واقع التكنولوجيا، أمام واقع التطور، كيف التطور يلي أخذته هذه الألعاب من ألعاب بلشت أول شيء خجولة واليوم صارت عم تدخل بتفاصيل عديدة، قد ايه كمان عم تعكس مود في أو يعني نظام حياة على هالأشخاص، على الأطفال، على الكبار، على كل الناس. صحيح، بلشت هيدي كظاهرة، يعني منشوف الأولاد بينبسطوا بالألعاب وتغذت من إهمال الأهل، في مسؤولية على الأهل طبعاً. يعني البي والأم مشغولين بتركوا الموبايل تبعهم موجود على الطاولة بيخدوه بيلعبوا فيه بنبشوا على الألعاب وهكذا دوليك، بتصير صار في جاذبية لهالولد ليروح لهالمنحة الألعاب، وبلاقي سرور لأنه عم بيشوف إشياء حربية، عم بيقدر هو يحط بوينت، عم بينبسط وشيئا فشيئا عم بيلاقي لأنه كمان أهله عم بينعزلوا عم بيبعدوا عنه، مشغولين بأمورهم، هن صاروا مشغولين بأمورهم الشخصية اللي هي الألعاب. نعم. وبذلك التطورات وكبرت، والتجار صاروا يشعروا أنه صار في طلب، لأنه الولد صار يقول له لبابا جيب لي بدي بلاي ستيشن، جيب لي هيك عيد ميلادي عيد الميلاد، وهيك صار وكل مرة فيرسون جديدة عم تنزل وكل مرة عم يتطور هذا الموضوع. صحيح، هذا هالشيء عم بأثر على السلوكيات مثل ما ذكرت، يعني لما نشوف الولد عم يلعب جيم فيها قتل، فيها استعمال لأسلحة، فيها نظرية التدمير الآخر، قد ايه هيدي شغلة ولو حتى قلنا لعبة هاي لا ممكن تأثر بالباطن تبع عقل الشخص يلي عم يلعب، ما بدي اقول بس الطفل لانه اليوم صاروا الكبار كمان مدمنين، يعني بتلاقي الشخص بشغله وقاعد على تليفون عم يلعب فيديو. لا ما نشوف الاسباب، رح اقول شو السلوكيات. سلوكيات اول شيء قد ما صار مأخوذ بهاللعبة صار يقفي اكله، ما بطل ياكل، صار عدائي، صار عنده قلق لأنه ما عم بيفوت أكل أكسجين، صار عنده اضطراب بالنوم، صار عنده اضطراب بالمزاج. نعم. صار عنده سلوكية عدائية لأنه خلص أنا هيك مدقه على وقتي، مدقه على ألعابي. هيدول السلوكيات هيدي بتظهروا من الريتم، من السلوكيات الإنسانية العادية، لازم يكون غير هيك مع أهله، لازم في مودة يتحدثوا وياهم، صار كل واحد من شطر. هيدي السلوكيات خطرة طبعا لازم نعالجها كمان. هيدي السلوكيات يعني يلي بتأدي للعزلة، يلي بتأدي كمان ل يعني انه النظام الغذائي يكون مأثر بهيدا الموضوع، قد ايه ممكن هذه السلوكيات تؤدي لموضوع خطير ان كان للانتحار، للتوحد من ناحيه العزل عن المجتمع والاصدقاء، والبحث دائما عن التطور بخلال هذه اللعبه بعيدا عن التطور بالمجتمع. بتأدي لخطر كبير أكيد، يمكن للأولاد الصغار صغار عم بيكونوا صامتين ما عندهم مجال يحكوا لأنه هدول كلهم أشعة إلكترونية عم بتأثر على النطق عندهم. نعم. هلأ لازم يكون في وعي، الأهل بلشوا يدركوا أنه في خطر، عم بيخدموا للعيادات العلاجية لأنه وإلا بدهم يروحوا لمنحة مثل ما ذكرت انتحار، لأنه ما في معنى لحياتهم كلها، بيقعدوا بيدقوا بيلعبوا الدور جديد وما عندهم أي تواصل مع الآخرين، حتى بيوصل الوقت بيهملوا النظافة تبعيتهم، قد بيقوموا من التخت بيقعدوا بيلعبوا وهيك حياتهم. هون لازم الأهل تعمل ستوب وتفرض تشلون المكانات، تقطع الكهرباء إذا ما قبلوا تقلوا قطعت الكهرباء، وتفرض تاخذهم على منحة علاجي. رح نحكي بإطار هذا الموضوع، لكن بدي أتوقف عند نقطة قبل يلي إلها علاقة بالأونلاين، يلي اليوم كمان الأشخاص صاروا عم يتواصلوا واللعب صارت عم بتصير أونلاين، في الواحد يكون ببلد تاني
عم يتواصل مع شخص ما بيعرفه عم يلعب معه بنفس التيم بلعبة قد ايه هيدي خطورتها بتزيد عند الأطفال؟ لأنه كمان لما يكونوا موصولين قادرين نوصل على تنمر، قادرين نوصل على تحرش جنسي، قادرين نوصل من خلال هالألعاب لأماكن تانية وزوايا أخرى. بدي أحكي عن هيدي الخطورة قبل ما نفوت بالمنحة العلاجي وكيف فينا نتوقع من هذا الموضوع. هلا الاونلاين ماشي الخط، ما فيهم يوقفوا الاهل، ما فيهم الا اذا عملوا صارت قصه كبيره بين الولد. الولد لازم يفهم انه مع مين عم بيروح. هلا بدك تشوف عمره، هل عنده ادراك انه عم بيلعب لعبه خطره مع عالم اخر؟ فيهم اذا ما قدروا الاهل يوقفوا فيهم عملوا فلتراج، يعني حدا يبقى ينتبه شو عم بيتلقوا مخابرات افكار. لا. لانه يمكن اللاعب يبث افكار سامه مضره للولد ببيته لوطنه. هون لازم يستدركوا الاهل ويوقفوا يقولوا ستوب، يعني لو صارت معركه كبيره مع الولد في خطر. شو الإجراءات اللي لازم تتخذ؟ ومن الناحية البسيكولوجية والنفسية كمان كيف لازم يتم استدراج الولد لحتى كمان يكون في قناعة بهذا الموضوع؟ لأنه كمان كلنا بنعرف لما الشوكينج سيستم أو التصادم ما بين الأهل والطفل وخاصة تينيجرز هذا أمر طبيعي وبيؤدي أوقات لعواقب تانية. كيف لازم يستميلوا الولد وكيف لازم يكونوا ضابطين الوضع من بداية استعمال هالنوع من الألعاب؟ أوكي، أنا رح أرجع للجذور الأولانية. مفروض الأهل لما ابنهم بين السنتين وخمس سنين يقولوا يعطوه معنى للقيم، يعطوه يعرفوه على الله، يعرفوه الصح والخطأ. بهالثلاث سنين بيدعموه منيح وبيكبوه هالمجتمع، مهما صارت الإغراءات يمكن يضعف بس بيرجع يسمع لأنه تأصل بأمور إلهية، بأمور عقائدية، بأمور مصلحة البيت. وقدام هم كمان يعودوه على الإيه وعلى اللا، مش كل شيء إيه. صحيح، هيدا هو الصح والخطأ. هلأ منيجي لأهل ما عملوا هالمرحلة وفاتوا بهالطيار طب كيف بهالنفق كيف بدنا نعمل؟ اللي بده ينعمل مثلا بدك تشوف الولد مثلا بيقوم مع بكرة بيحط منبه بالبورتابل بيقولوا له منقدم لك هدية ساعة مع المنبه حتى يبلشوا طلعوه من فلك، ما هو صار في جاذبيه اتراكشن بدهم يبلشوا يشيلوه من هالاتراك. ثاني شيء رايحين نعمل رايحين على جنينه مثلا بهالمنطقه، تعا معنا اترك البورتابل، كنا بنترك البورتابل بيروح ببلش يشعر انه بيقدر ما يكون عنده موبايل، بيقدر ما يكون عنده لعبه، بياخذوه بالتروي بياخذوه على محل في العاب اكسايتنج، يعني مثلا العاب طبيعيه الصوب النشاب بيخطوا في اماكن ملتقى جماعي للشباب وللاولاد بيلعبوا فيه او صوب النشاب، يشعر انه بالطبيعه بعد عن الامور التقنيه التكنولوجيه عم بيلاقي زيت المتعه برا. بيعلموه انه يساعد الاخر، بيعلموه يبلش يقرا قصص حلوه، شيئا فشيئا عم بيفكفكوا هالجاذبيه، لما بتبعد الجاذبيه بيقدروا يكملوا طبعا عم يقدروا يفوتوا بهذا النوع من الادمان يلي عم بيقدروا يطلعوه منه. ولكن في ادمان من نوع اخر بحاجه لمتابعه كلينيك، لمتابعه صحيح. بسيكولوجيه ونفسيه هي بالحالات المتطوره. خبريني شوي كيف بدهم يتعاطوا الاهل مع هذا الموضوع؟ كيف بدهم هن يتقبلوا والولد يتقبل او الشخص يتقبل انه ايه انا بحاجه لمساعده بسيكولوجيه ومش عيب انه نروح نطلب هذه المساعده؟ هلا بهالحاله فكوا جاذبيه الزامي يروح عند المعالج ليظهره ينظف كل شيء بفكره بهالامور. في اولاد صعبين بدهم ياخذوهم عند المعالج، المعالج بده بما انه صغير بده ياخذ بطريقه يعرف كيف يحكيه، يعرف يعلمه مثلا الارجوثيرابي، يعلمه يطلع من التقنيات هيدي من الالكترونيك بالعمل مثلا يقول له ارسم لي عندي هيدي الطاوله، ارسم لي اعمل لي هالخارطه، يبلش يوظف له تفكيره بامور غير الكترونيه، فشيئا فشيئا بده يظهر. طبعا يعني امام هذا الواقع قد ايه فيها طول مده العلاج وقد ايه كمان بنفس الوقت اذا كان في تعاون من الاهل من المحاطين بهذا الشخص من الولد فيها تكون شغله محلوله.
لك لا يطلع لا نعرف ايمتى قد ايه بده وياخد وقت، بدنا نعرف الاسباب. هل السبب هو هروب من واقع معين؟ بدك تشوف فايدة. هل السبب هالولد في كلمات بذيئة عم تجي عليه، توبيخ من بيه ومن امه، اخذت علامة 5 على 10، خيك اخذ 9 على 10، بصير توبيخ، بيروح بكب حاله على الانترنت على الالعاب اللي بيقولوا له برافو سكور 100%، بده ياخذ تعويض. لما بنعرف الجذور هالادمان بسهوله من حله. وفي كمان سبب ثاني، الام لما الولد بيلعب عم بيلمس، في لمس، غياب الام هيدا لما هالادمان عم بيضلوا يلعب فيهم ليشعر التعويض عن لمس الام اللي ما اخذوا بكفايه هو بصغره. هيك بهالطريقه المعالج بيعرف بغوص وبيعرف اللي خليه يتعلق ليقدر يفك له هالتعلق وينظف له ذهنه. بعدين من بعد ما يخلص المعالج شغله لازم يروح على منحى طبي لفحص الراس، لانه الالكتروني كل شيء الكتروني بيأذي خلايا الراس، ليطمنوا انه صار صحيا ونفسيا نظيف وبيقدر يكمل طريقه. طبعا هذا اذا حكينا على الاطفال اليوم، يمكن العلاج كمان مع الكبار اصعب بهيدا الاطار، بهالمتابعه، بهالادمان هيدا. اليوم اذا توجهنا اكثر للكبار كمان بالحل، كيف بدنا نتوجه لهم؟ لانه الكبير عنده قناعه راسخه، عنده رايه، عنده كينونته، منه متواع مثل الطفل قادره تسيريه. اصعب يمكن الحاله، ما بعرف توضحي لنا اكثر عن الموضوع. الكبار بدك تشوف كمان، الكبار بيروحوا للانترنت هروب من مشكلة معينة. يعني مثلا إذا شاب عم بيلاقي إنه عم بيبرم حاله ما قادر يتجوز، طب بده ينسى هالهم، بيروح بيكب حاله بالإنترنت وبيغطس، بيروح ساعات. المتزوج عنده خلاف مع زوجته كمان بيقول لك بدي أنسى هالواقع، بيروح وبيعلق بيفوت فيها. نعم. ببلش ساعتين، ظهرة ساعتين، لبعدين يغطس أكتر أكتر لأنه ما لقى حدا عم بيقول له تعال ساعدك، ضلوا لايقه ملاذه وراحته بهالمنحى هيدا. هلا كيف بدك تعمل؟ بدك تشوف كمان السبب، بده يقول لك انا رحت لانه عندي هالمشكله، ما حدا عم بيساعدني، الايجارات ما في، لاشتري شقه ما في، طب شو بعمل؟ بقتول بسرق، خليني اتسلى انا مع حالي. هون بدك تساعده ليلاقي حاله ويحقق ذاته لبرا. كمان اللي عنده خلاف مع زوجته تدعي له جيب شريكتك لتعالج له وضع الكوب. يعني ما في مشكلة ما فيك تحلها موجودة طبعاً، إلا ما تروح لجذور لتعرف أسبابها لتقدر تفك هالقصة. أدير كوبل ثيرابي قادرة تساعد، قادرة تهين الوضع كمان إذا كان في شريك عم بيساعد البارتنر تبعه لحتى يطلع من هيدا المشكلة، أسهل أن تساعد شخص موجود بعلاقة كوبل من أنه يكون حدا لحاله عم يتعالج؟ أكيد الكابل، لأنه بصير الشريك التاني اللي عم بيعاني وبده أنه زوجه أو زوجته يطلع منه بصير يتعاون مع هالمعالج. نعم. وبعدين بياخد إدراك، يمكن هذا الشريك عم بيكب انتقادات للمعالج للشريك أنه شو بتضلك وعم بتضيع وقتك، بيروح مع المعالج بيفهم أنه لا، هيدا عنده جرح عاطفي، عنده جرح معين، أنا وياكي لازم نساعده بدون توبيخ، بدون تنزيله جرح كرامته، وبصير في تعاون بيناتهم وبيطلع. نعم، يعني أمام هيدا الواقع، أمام هذه المشكلة كمان في حل، ما في شيء مستحيل. أكيد. اليوم كلمة أخيرة هيك نختم فيها ونكون عم نعمل صمت لكل هيدا الموضوع، ما بين الألعاب الإلكترونية، ما بين التسلية والإدمان، شو رسالة أو شو الطلب انطلاقا من موقعك يعني كمعالجة نفسية وبتتجه أكثر للبسيكولوجية للشخص، شو المطلوب وشو رسالتك للمشاهدين؟ أنا اللي بقول العيلة خليها تحافظ على حالها، لأنه لما العيلة اللي مؤلفة من البي والأم والأولاد في تواصل جيد بيناتهم، ما بيصير في ثغرة يفوت غريب، يفوت اشياء غريبة تأذي العيلة. لهالسبب البي لازم يكون مركز على عيلته والام مركزة على عيلتها حتى ما يصير تصادم، ويرجعوا دايما يصلوا، يرجعوا لربهم، يعملوا طريقة انه يكون لحمتهم، يتحاوروا دايما
يكون في حوار، ما يكون في فراغ بالقعدة. بتلاقي بي بالبيت من عبكرة العشية ما بيحكي ابنه أو ما بيحكي زوجته. طب كيف بدت كيف بده يصير هالحياة التواصل؟ أكيد لازم طبعا يتواصل، يعطي خبراته البي، يعطي توجيهاته. وبهالسبب بهالإطار هيدا الولد ما بيضيع، حتى البي ما بيشعر بفراغ، الأم بتشعر بفراغ، وبضلهم سعيدين وبيمرقوا حد مخاطر يمكن جيرانهم علقوا فيها لأنه ما عندهم نفس التقنيات اللي لحمت الاجتماعية. دكتور سعاد سلوم، شكرا لكل هذه التفاصيل اللي زودتينا فيها بما يتعلق بموضوع الألعاب الإلكترونية ما بين التسلية وصولا للإدمان. شرفتينا بصبحيتنا. مرسي لك. مرسي يا أستاذ. مشاهدينا منتابع نحن وياكم، رح نروح لتقرير بضوي أكثر على الحرف ببرج حمود. الاقتصادي بجمالي هو متأزم جدا، كل القطاعات عم بتعاني من أزمة، ولذلك قد يبدو انه هيدي من باب لزوم ما لا يلزم. ولكن ما لازم ننسى انه القطاع الحرفي هو قطاع محلي، انتاج محلي بالدرجة الاولى والممتازة. ثانيا القطاع الحرفي هو قطاع يشغل نسبة ضخمة من اليد العاملة بمجملة لبنانية. وثالثا القطاع الحرفي عم بيعاني من أزمة مش مع بآخر 3-4 أشهر ولا آخر 4-5 سنوات، القطاع الحرفي عم بيعاني من أزمات متعاقبة من السبعينات. لذلك بما أنه برج حمود هي منطقة قامت على أكتاف الحرفيين، بنوها الحرفيين مثل ما تبين مثل ما لاحظوا خلال العرض، الحرف بالنسبة لهذه المنطقة وكل سكانها من كل الفئات هي موضوع حيوي وضروري. لذلك وقت اللي بيكون في مبادرة أو مشروع لاستنهاض الحرف لحماية الحرف، برجع بقولك اليوم خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة والأزمة الشاملة اللي عم بيعاني منها الاقتصاد والمجتمع اللبناني ككل، يمكن هيدا يبدو أنه مش بمحله، ولكن برجع بكرر لك أنه هيدا المشروع انطلق منذ فترة طويلة، والهدف منه كمان منه مباشر وفوري، هو هدف للمجال الطويل للمدى الطويل. وقت اللي بيكون فيه حي الله وسيلة لدعم قطاع إنتاجي لبناني نحن لم نتوانى عنه، وقت اللي بينعرض علينا شراكة مع أخصائيين مثل جمعية نحن منرحب فيها ومنتعاون لحتى نعطي نتيجة. نحن كنا مهتمين ببرج حمود كمنطقة لأنها هي معروفة تاريخيا، الحرف يعني الأرمن لما إجوا على لبنان إجوا مع حرف، فهن عيشوا من وراء هيدا الحرف وفادوا المدينة، عملوا انتجريشن من وراء أو اندماج بالمحيط من وراء الحرف. فمن هون كان عبالنا نشوف هيدا الحرف ودوره بهيدا السياق التاريخي، فكان لابد أنه نلتقي مع جمعية عندها خبرة على الأرض، ومن هون التقينا بجمعية بدقير. شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة لا يتابعوا موضوع الحرف، ونحن مثل ما قلت اقترحنا هلأ سياسة عامة، مفترض يصير في نتيجة نقاشات بقلب اللجنة يتم وزارة الشؤون تتبنى أحد القوانين وتقترحوا على حكومة كرمال إقرار قانون جديد له علاقة بالحرف. هيدا أول خطوة لازم تصير. الشيء الثاني اللي نحن عم نعمله، حنعمل مسح شامل لكل الحرفيين بلبنان كرمال نساعد وزارة الشؤون تعمل سجل حرفي، وأكيد بدنا نبلش نطبق كل توصيات السياسة العامة اللي نحن حطيناها. الحرف
بغير بلاد بين 11-20% عم بكون من الموازنة. لبنان عنده عجز وعنده مشكلة مالية، ضروري التطلع على هيدي القطاعات ودعمها من أجل المساهمة بحل المشكلة المالية والتخطيط لمستقبل. والحرف هو قوة مالية واقتصادية، بس هي كمان تاريخ وتراث وهوية وجمال، يعني فن. بتشوف كيف بيشتغل الحرف، شيء رائع. اولا يعني بده ينشغل مثل تمشيط، ما فيك تمشي على خط واحد وتوصل مطرح، بده يتوزع هالشغل على كذا مستوى. كل واحد اذا عمل عمل واحد عمل صغير بيعتبر انه هو تحمل المسؤوليه واشتغل، يا اما بصير يقول لا هيدا اكبر مني، انا ما فيي فوت. ولكن بهالايمان وبهال الحس الخلائي، لانه اذا ما عندك انت ايماجينيشن، منك خلاق، ما فيك تجي تخلق سياسات او طرق او سبل، بدك تخلق حسب الحاجات المنطقه وحسب طاقات المنطقه. فطالما عندك انت اكسبرتيز، يعني في عندك مين عنده الخبره يلي هي هالجمعيتين، عندك خبرة بهالجمعيتين، وعندك البلدية بظهرك، وعندك الوزارات هال مع بعض، وعندك الحرفيين، عندك المجتمع الأهلي. يعني العلم، الخبرة، القرارات، الباور، الإمكانية المادية، إذا كلهم هيدولة والإرادة الطيبة، إذا جمعتهم كلهم بلا بتقدر توصل. منتابع نحن وياكم مشاهدينا، بذكركم دائما بالتواصل عبر الفيسبوك بيج، واكيد من خلال telelibon.com.lb عبر هالموقع يلي بياخذنا لتفاصيل عن صبحيتنا واكيد عن كل البرامج عبر شاشه تلفزيون لبنان. متابع باطار لقاءاتنا وبضمن التعاون يلي تعودنا عليه مع وزاره التربيه والتعليم العالي يلي بتشبك ايديها بايدين لجنه حقوق المراه اللبنانيه بكل عام دراسه من خلال تامين الفرص اللازمه لكل التلاميذ وتشجيعهم على البحث والقراءه وامتلاك المعلومات. ايضا مسابقه سنويه بالمدارس الرسميه والخاصه للصفوف الثانويه، بنحكي بكل تفاصيلها مع رئيسه لجنه حقوق المراه اللبنانيه السيده عايده نصر الله. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يعني دائما بهيدي الايجابيه، بهذا النموذج للمراه اللبنانيه المبتسمه الايجابيه، المراه الام، المراه الصلبه، بنطلع على عملك ولحضرتك بوجودك معنا. صباح الخير. شكرا لكم. صباح الخير. ست عايده، رح انطلق معك بالبدايه قبل ما نحكي عن هيدي المسابقة اليوم، لجنة حقوق المرأة اللبنانية أمام التحديات يلي المرأة إن كان من عدم إعطاء الجنسية لأطفالها، أمام المرأة يلي بعد حقوقها مهمشة اليوم كمان، بالمقابل ما فينا إلا ما نكون إنه الكوتا النسائية اللي هي 30%، مش لازم نحكي بكوتا، لازم حضور المرأة يكون مرسخ اليوم بالوزارة، ست وزيرات كمان، أمام هذا التناقض كيف بتقيم وضع المرأة بلبنان اليوم؟ لا شك انه في هناك ايجابيات عم تحصل، ونحن فعلا سررنا لوجود ست وزيرات في الوزارة الجديدة، وكنا عم ننادي نحن بكوتا نسائية منشان ليتعود الرأي العام اللبناني لوجود المرأة الفاعل، وانه المرأة معنية بالشأن العام
وبالوطن وبكل تفاصيل الوطن يعني على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثل ما هو الرجل معنا خاصة فيها. اليوم عم نحكي عن وزارات كمان بموقع المسؤولية يعني ايه؟ عم نحكي عن دفاع عم نحكي عن عدل وسواها ايه لذلك أنا بعتبر أنه هذه الخطوة الإيجابية تأخرت كتير تصارت هلأ طبعا هيدي نتيجة مراكمة بسعينا الدائم يعني هاي ما اجت هيك بالعلن لا. يعني نحن طبعا نشكر المبادرة ولكن ما في شيء بيجي من الفراغ نتيجة هذا التراكم تراكم النضال والمطالبة والاعتصامات والمطالبات وإلى آخره لابد أنه بدي تحسس بضرورة وجود المرأة في مراكز القرار لا. وهذه المراكز المهمة اللي نحن ولكن في عندي ملاحظة أنا حول هاي المسألة أنا رغم أنه كتير سررنا لهذه المبادرة أنا أخشى أن يكون هذا الأمر يعني مجرد خلينا نقول رضوي يعني مجرد إرضاء لعملية المطالبة النسائية بوجود النساء في مراكز القرار اللي بدي أنا واللي بتمنى وبتمنوا مثيلاتي من المناضلات في سبيل قضية المرأة أن يكون هناك إرادة سياسية فعلية ناتجة عن قناعة بأنه نصف أكثر من نصف المجتمع يجب أن يشاركنا في عملية التنمية للنهوض في هذا البلد نعم. يعني مش قصة ردوا يتعوا يا عمي نحن كول كتير وما أحسننا وجبنا نساء وكذا يعني في دائما نحن عنا خشية أنه لينقال أنه جبنا نساء تعوا شوفوا جبنا نساء وحطيناهم في مراكز القرار وحطيناهم مش أكسسوار يعني لازم يكون في فعلية لازم يكون في قناعة طبعاً. بهذا الأمر مش لنرضي النساء أو لنرضي الرأي العام تينقال عنهم كسياسيين أنه هن كتير منيح وليكم أحسن ونجيبوا نساء ومتقدمين ومأفضلون وكذا وليك يعني هيدي الخشية دائما أنا عندي إياها مع قلت لك موافقتي على هذا الأمر وبشكل كمان مع هذا الترحيب يعني نحن بلجنة حقوق المرأة اللبنانية كنا من البداية مع هذه الانتفاضة الشعبية التي تريد لهذا البلد وجها آخر هو الوجه الديمقراطي والمدني وسوى ذلك وأنه مفترض نخلص تباعا من هذا النظام الطائفي اللي كبلنا واللي أخر البلد واللي وقعوا مثل ما شايفين بهذه الأزمة يعني مجيء هؤلاء النسوة المهمين واللي عندهم كفاءات بدون أدنى شك يعني كفاءات نحن نفتخر فيها وأكيد قد الحملة ولكن أنا كنت بتمنى يكون مجيئهم ومجيء مثيلاتهم بحكومة تكون عندها طابع آخر يعني بالتمهيد لهذا النظام اللي بدنا نخلص من النظام الطائفي اللي هي الحكومة المؤقتة المستقلة عن أحزاب السلطة اللي من سنة 90 لهلا اليوم بإطار الحديث عن هذا الموضوع وبإطار عمل لجنة يعني حقوق المرأة اللبنانية على مر السنوات بدي أحكي شوي عن تطور هذه اللجنة بعملها بشغلها بهالثبات يلي عم تشتغل فيه على الأرض اللبنانية واللي من خلالها صدرت أسماء وسيدات مظبوط يمكن ما كانوا بمواقع القرار والمسؤولية ولكن كانوا بمواقع المواطنة اللبنانية والعربية خبريني شوي عن اللجنة الحقيقة لجنة حقوق المرأة تأسست سنة 1947 يعني بعد استقلال لبنان وشافت مجموعة من النساء اللي أنا طبعا ما كنت بهذاك الوقت شافت أنه في أمل بأنه يخلق لبنان جديد لأنه في استقلال ولأنه في وضع جديد فأسسوا هذه الجمعية اللي تعالج تعتبر أنه قضية المرأة هي جزء من القضايا العامة في هذا البلد يعني مثل قضية المعلمين والجامعة اللبنانية والطلاب مثل أي قضية هي جزء من هذه القضايا وليست قضية فئوية لذلك شافت أنه تقدم المرأة ونيلة لحقوقها هو نابع من أنه نحن مفترض أنه نصال فعلا لتغيير جذري في هذا البلد يطال النساء
ويزيل التمييز بين المرأة والرجل بالقوانين وبالممارسة وكذلك في المكان والاحترام. اليوم حتى لو زالت بعض القوانين لا تزال النظرة إلى المرأة في نظرة هيك نوع من استخفاف بدورها. هذا الاستخفاف اللي نحن رافضينه، ممنوع أن يستخف الرجل أو أيا كان. ما في ذكورية بالطاعات اليوم مع دور المرأة؟ لا تزال الذكورية موجودة، علما أنه في إيجابيات حصلت خاصة في المرحلة الأخيرة وفي عهد الانتفاضة الاستثنائية اللي صارت تغيرت كتير قضايا، ولكن هذا الاستخفاف لا يزال موجودا، بعده موجود. النظرة إلى المرأة انه هي منا المواطنه من الدرجه الاولى هي لا تزال موجوده. هذا اللي عم نسعى كمان لتغييره، يعني التغيير في القانون، نشتغل على خطوط متوازيه، نحاول ان تغيير القوانين لتكون السقف تشريع كمان وسقف فعالي، الخلفيه اللي نحن بدنا نناضل كرمالها وتكون هي سندنا في المطالبه، وبنفس الوقت بنشتغل على التوعيه على انه المراه هي كائن مساوي للرجل رجل من حيث الإمكانات، وقد أثبتت المرأة في كثير من الظروف أنه فعلا في فرق بين إنسان وإنسان، ما فيش مش فرق بين مرأة ورجل طبعًا. فرق بالفروقات فردية يعني. ومنه امتحان لحتى تثبت، لأنه هذا واقع عم نعيشه كل يوم. ست عايدة، لما نحكي اليوم عن المرأة وهيدي الروحية يلي عم تحكي فيها، هي روحية لازم تنضخ ولازم من الطفولة تكون عم تنزرع لحتى نبني مجتمع أفضل، لنبني لبكرة أحلى، لبكرة منفتح، لمجتمع أقل ذكورية وأكثر إنسانية. هيك منكون عم نحط الكل بمستوى ذاتي. اليوم بتعاون مع وزارة التربية، وتعودنا كمان على هالخطوات، بتعاون مع لجنة حقوق المرأة اللبنانية تحت عنوان كيف نبني الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ولماذا، هل يعني خليني أقول بإطار هيدا الموضوع يلي راح للمدارس الثانوية، خبريني شوي عن هيدا التعاون قبل ما نحكي عن العنوان بحد ذاته. التعاون بدأ من سنة من العام الدراسي 1977-1978. شوف قديش هيدا القديم. بدأ بهيدا العام طبعا بقعدة وبمشاركة في الرأي وبقناعة من يعني من وزارة التربية بأهمية أن يطرح مواضيع تهم الفئة الشابة، صبايا وشباب، في واهتمامهم بالشأن العام. هذه القناعة ترسخت عند وزارة التربية على مر الأيام من سنة 1977، و يعني انت طرحت انه كيف بدنا نرسخ هيدي القضايا، يعني مرقتها بس انا بدي اوقف عندها. تفضلي. كيف بدها تترسخ؟ يعني اهم ترسيخ لهيدي المبادئ، مبادئ الإيمان بقدرات الآخر، بقدرات النساء، بإمكاناتهم، بمساواتهم، بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بتترسخ أولا في المنزل والبيت، ومن هون بدنا نخلق، لأنه أول شيء الطفل هناك بيتعود على الأمور اللي بترسخ بشخصيته. بدنا نخلق الأسرة لتكون مساحة حوار، مساحة حوار بين كل أطرافها، يعني بين الأب والأم والأولاد بده يكون في حوار دائم حول كافة القضايا من الصغير إلى الكبير. منعلمه على الحوار، منعلمه على المنطق للولد إن كان صبي أو بنت، هونيك بتبلش بهيدي الأسرة وبتمتد للمدرسة وللجامعة وبالمدرسة والجامعة صارت مسؤولية وزارة التربية. أنا عم بربطهم ببعضهم، هون مسؤولية وزارة التربية ومسؤولية الوطن ككل بتعديل المناهج التربوية، تعديل المناهج التربوية اللي تعدلت من فترة، يعني قبل أن أكون أنا رئيسة لجنة حقوق المرأة أنا كنت أستاذة في التعليم الثانوي لفترة طويلة لأربعين 43 سنة، وعلمت هاي الصف الكبير وكنت على تواصل معهم، لكن هذه المناهج لا تزال بحاجة لرؤية جديدة. هي هذه الرؤية التي أتحدث عنها اللي بتخلق مواطن متساوٍ في الحقوق والواجبات، اللي بيكون أساسها منظومة حقوق الإنسان اللي هي نتيجة هذا الفكر البشري كله اللي توصلت لها. كيف عم بترسخوها بالتعاون مع وزارة التربية من خلال هذه المسابقة؟ من خلال هذه الموضوعات. نحن
من هديك من ال 77 لهلا بنشوف شو هو الـ الامر الاكثر سخونه على الساحه اللبنانيه اللي اكثر شيء بيوجع الناس واكثر شيء هم عام للبلد، هم عام للوطن وهم خاص للفئه الشابه. شو اللي بهم الطلاب مثلا من بسنوات ماضيه؟ انا هلا نحن ما وقفنا ولا سنه، هي مواضيع بدهم يكتبوا عنا، بدهم يشتغلوا عليها، هيك لنكون عم نحكي اكثر بلب المسابقه. لب المسابقه بيروح موضوع، يختار الموضوع بالتعاون مع مندوب من وزاره التربيه. عاده بيكون في اقتراح من لجنه حقوق المراه طبعاً. بالاول في اقتراح من لجنه حقوق المراه بانه هذا العام نتمنى ان يكون الموضوع هو هذا مثلا، وبتنعرض على لجنة الحكم المركزية اللي بيكون فيها مندوب من وزارة التربية. نعم. بالتعاون مع الوزارة بتبعت لنا إياه، وبيتم اختيار هذا الموضوع ويرفع للوزارة للموافقة عليه. هذا الموضوع عادة يختار حسب أهمية شيء مثل ما قلت لك بيوجع البلد. مثلا العام الماضي كان ظاهرة الفساد في لبنان. نحن كنا شايفين قبل الانتفاضه، يعني وقبل كل سنة موضوع بيتنقى، ما كنا عارفين انه بده يصير في انتفاضه او بده يصير في تحرك ضد الفساد، ولكن كنا شايفين انه الفساد اكل البلد وبده يوصل هذا البلد. عم نشوف الطلاب يلي عم بيقوموا بهذه المسابقه ويلي قدموا فيها هيدي السنه مسابقه السنه، انجمع هذا المحصول. اليوم نحن باي مرحله من المسابقه؟ نحن حاليا المسابقه رغم كل الظروف اللي صارت والطلاب بقسم كبير منهم برات المدارس وكذا والى اخره، كنا عم نحاول نحن انه ما تغيب مسابقه لجنه حقوق المراه ولا سنه، لانها ما غابت من الماضي ايام الحرب الاهليه طبعا. وقت اللي كانت المنطقه مقسومه لقسمين وما فيش، كانت تقطع مسابقه لجنه حقوق المراه على الحواجز الطائفيه والمذهبيه وتوصال لثانويات لبنان كلها، كانت تتوزع وكانت تجرى المسابقه، لانه وهي عملت نوع من اللحمه بين المناطق. نعم. يعني مشان هيك يعني اليوم هالمسابقه اللي هي بهيدي المرحله لوين رح نوصل من خلالها؟ هل رح يكون في فائزين؟ هل رح ينجمع داتا من مختلف المدارس المشاركه؟ وايمتى رح تعلن النتائج؟ بالتاكيد اللي بيصير عاده هلا نحن بمرحله جرت المسابقه. نعم. الاحد ب 26 الشهر الماضي، وجرت في كل لبنان في وقت واحد، وحتى بيروح العنوان، راح العنوان اللي هو الدولة المدنية، كيف نبني الدولة المدنية الديمقراطية ولماذا. نعم. هذا العنوان راح قبل بوقت مشان يعملوا ريسيرش، مشان ليقروا ويطالعوا ويشوفوا كيف يبحثوا. ولكن نحن شو بدنا بالتفاصيل؟ بنبعت تصميم او بلان موسع، بنبعته لحظة الامتحان، صبيحة الامتحان بيروح لكل لبنان بنفس الوقت. راح للمراقبين في المراكز اللي أعدتها وزارة التربية لكل المناطق اللبنانية بنفس الوقت. وهونيك بيكون هو عامل محضر، ولكن الأسئلة النهائية بتجيب لحظتها مشان مصداقية. في شروط للمشاركة من قبل الطلاب أو المدارس؟ في شروط طبعا، نحن قايلين أنه لا يحق لطلاب الثانوي إلا للصفين المنتهيين، يعني باك 1 باك 2 فقط، لأن نحن بدنا مستوى طبعا بالمعالجة طبعا. سجون منقول بعدهم طالعين من مرحلة المتوسط الجديد، لأن احنا بدنا الثانوي الثاني والثالث الثانوي بيكون بجهوزية أكبر، ليكون في عندهم وعي أكتر، هودي بحق لهم. ولكن نحن حددنا أول شيء كان العدد يجي كتير كبير، اللي قادر واللي مش قادر. قلنا الثانوية بتبعت لنا خمسة من كل ثانوية، خمس أشخاص، وهؤلاء الخمس أشخاص من كل ثانوية يمتحنوا وتشكل لجان حكم في المناطق. هذه اللجان الحكم هي بتفرز لنا الثلاثة الأوائل أو اثنين الأوائل من كل منطقة وبتوديهم، وفي لجنة حكم مركزية اللي هي مشكلة من مندوب عن وزارة التربية مثل ما قلت لك، بيساعد بعملية إصدار طبعا النتائج، بدكاترة على مستوى عالي من الاختصاص
اللي له علاقة بالموضوع أحيانا بنختاره له علاقة بالموضوع ومنطعم اللجنة الأساسية بهذه العناصر، وفي ناس ثابتين بالمسابقة، وطبعا في حدا عن لجنة حقوق المرأة دائما كمان يشارك بالتصحيح، في شخصين اللي هو مفترض رئيسة لجنة حقوق المرأة وشخص آخر له علاقة بالمسابقة بيكون مسؤول المسابقة في كل عام طبعا بالمنهجية طبعا هذه المسابقة. متى النتائج النهائية رح تعلن؟ النتائج عادة تعلن في نيسان. هلأ بالضبط في نيسان أمتين تبعا للفرص، فرس الأعياد يعني والوضع بالبلد. وليش بنيسان؟ لأنه عادة بأيار بتعش تلاقي الطلاب بيروحوا للرترت منشان الامتحانات طبعا الرسمية. رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية سيدة عايدة نصر الله، شكرا، الحديث متعة معك، ودائما مفتخر بسيدات بمثل لبنان كله، مش بس السيدة اللبنانية حتى الرجال اللبنانيين، بخير تمثيل على المستوى اللبناني والعربي، شرفتينا. أهلا شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. يا هلا مشاهدينا، نحن وياكم منتابع، ولكن بعد الفاصل نو زابينج، خليكم معنا. منتابع نحن وياكم، وختام صبحيتنا اليوم مسك، لأنه عم نحكي عن لبنان يلي بينشط اقتصاديا من خلال الزراعة، من خلال السياحة. أكيد هيدا المكان يلي كان عم بيعاني، وخاصة الشمال اللبناني، بظل هذه الظروف يلي عم نمر فيها، ظروف مؤلمة، ولكن دائما بضل في رؤية، بضل في خريطة عمل، وهيدا دور الأشخاص يلي بيمثلوا الشعب ويلي بينتخبون، دور نيابة بامتياز. لما نحكي عن عمله منكون عم نحكي عن هيدا الالتزام بالإنسان أولا وبالخط الإنمائي ثانيا، لحتى نكون عم نبني لبكرة أفضل بظل هذه التحديات يلي عم نمرق فيها. رح نحكي عن مؤسسة جبل الأرز اللي كمان إلى جانب الأشخاص بمساعدتهم برؤيتهم لحتى تكون عم تنهض بهناس، وخاصة بخلال هذه المرحلة. ضيفي بالاستوديو النائب المهندس جوزيف إسحاق، صباح الخير. صباح الخير لك وللمشاهدين. أهلا وسهلا فيك. ساعتك لما نحكي عن العمل الإنمائي، لما نحكي عن نيابتك، بنكون عم نحكي عن التزام بخط الإنسان، بهذا الخط يلي ملتزمينه، وخاصة بالشمال يلي عم بتحاولوا تبثوا في كل يعني الثغرات يلي بحاجة لها، وخاصة أنه الشمال يرتكز على السياحة، يرتكز على الزراعة. بدي أحكي شوي معك عن الواقع الاقتصادي يلي قدي أثر على هالقطاعين تحديدا، وقدي الإنماء والخطط الصحيحة ضرورية بهالمكان. نحن الحقيقة مع الأسف عنا وضع صعب اقتصاديا بمنطقة بشري خصوصا، لأن الظروف يلي نحن بنرتكز عليها واللي هي القطاعين الأساسيين السياحة والزراعة، مرقوا بفترة كتير صعبة بالسنوات المرت، وخصوصا الزراعة. يعني قلنا أكثر من 5-6 سنين ما عم نقدر نصرف الانتاج الزراعي اللي عنا، لأنه في واقع صعب بالبلد، انه عطول السلطة بدل ما تكون الى جانب المواطن عم تكون ضده. يعني الانتاج الزراعي ما عم نقدر نصرفه، لانه مع الاسف ما عم بيحاربوا التهريب اللي عم بيجي من خارج الحدود، وبالتالي عم بيصير في ازمة كتير كبيرة لتصريف موسم التفاح اللي هو اساسي بمنطقة بشري طبعا. ومر علينا كمان سنة صعبة، سنة 2019، وقت اللي تعرضنا لموجة برد كتير كبيرة بتسع حزيران، وبالتالي صار في إذا بدك مأساة بالموسم الزراعي. يعني ما عنا ولا إنتاج ولا صندوق التفاح كان بعام بصيف 2019. تراكمت هالأمور تصار وضعنا صعب، بالإضافة للوضع الاقتصادي اللي هو موجود بالبلد. يعني هيدي أمور غير الامور اللي عايشين فيها بلبنان طبعاً. ككل هيدا السله المتكامله، يعني اليوم هيدا السايكل اللي عم نمرق فيه، لانه كمان هيدا وتيره. اذا القطاع الاقتصادي ما هو خير بياثر على الزراعه، وحكما كمان هالشيء رح ياثر على السياحه يلي هن نقاط الارتكاز خليني اقول بالشمال اللبناني. اليوم قد ايه خطه الطريق للعوده على السكه الصحيحه ولتخطي هذه الازمه؟ يعني بحاجه لخطه، كيف عم بيتم العمل على هذا الموضوع؟ نحن عم نحاول قد ما فينا انه هالدورة الاقتصادية، بما انه تعرضت لهالنكسة بالموضوع الزراعي، نعوضها شوي بالموضوع السياحي بموسم التزلج اللي عم بيصير هلا. يعني مؤسسة جبل الأرز اللي
اللي تأسست سنة 2008 برئاسة النائب سيدة جعجع عم بتحاول من خلال عدة مجالات أنها تدعم النشاط السياحي هالمؤسسة. حاولنا أن ندعم السيزون يلي بموسم التزلج مشان تنرد الحركة الاقتصادية السياحية على المنطقة بشكل قوي. طبعا يعني انطلاقا من عمل مؤسسة جبل الأرز مثل ما ذكرت من 2008 لليوم ما يقارب 12 عام من العمل الجدي، خليني أقول العمل الدؤوب، اليوم بها 12 سنة شو أبرز الأشياء اللي في فخر أنكم حققتون أنكم اشتغلتوا عليهم، أبرز المشاريع؟ هي مؤسسة جبل الأرز تعنى بالشأن الاجتماعي والثقافي بالمنطقة وبتعنى بكل أهل منطقة بشري. لحديت هلأ أهم عمل حققناه هو بيت الطالب الجامعي بدبي يلي بيأمن المنامة لأبناء منطقة بشري، وفتحناه حتى لخارج منطقة بشري تيقدروا يتعلموا بالجامعات ويرجعوا على المنطقة. أكيد عم نواجه بس يرجعوا على المنطقة عم نواجه كيف الطريقة تنلاقي لهم مجال للعمل، يعني هذا الموضوع عم كتير عم نتعرض له لأنه بتعرف الوضع الاقتصادي مع الأسف بآخر 5 سنين خلى البطالة تكون موجودة على صعيد كل لبنان مش على صعيد المنطقة. صحيح، يعني اليوم أمام هيدا الواقع اللي عم بتعالجوه، أول شيء بالتعليم يلي هو مفتاح أساسي بإطار هذا الموضوع، وتاني شيء كمان بإتاحة فرص العمل. بظل هيدا التحدي قديه كمان عم تحاولوا تخلقوا هيدي الفرص، قديه عم تحاولوا كمان وبعرف قديه عندكم حرص على انه الكافئات تكون موزعة على الكل بغض النظر عن اي انتماء او عن اي يعني بتطلعوا للانسان للشخص يلي بحاجة اجتماعيا لحتى تكونوا واقفين الى جانبه باطار هذا الموضوع. صحيح، لهالسبب نحن ركزنا كمان على الموضوع الزراعي، عملنا عرابة تفاح بارض ملك مؤسسة جبل الارز بالتعاون مع شركة شاباش لرئيس الأستاذ توني كيروز، عملنا عرابة تفاح بس مع الأسف ما قدرنا استعملناها الصيف الماضي لأنه اجت الأزمة من وراء البرد اللي تعرضت له المنطقة وما عاد عندنا موسم تفاح. يعني عم نركز على الموسم الزراعي والسياحي. بالموسم السياحي كنواب نحن اشتغلنا على البنى التحتية تبع المنطقة تنشجع الاستثمار بالمنطقة تنوجد فرص العمل يلي هني بحاجة لقلن أهلنا بالقطاع السياحي. نعم، اليوم كمان يعني مع بلدية بشري واتحاد بلديات القضاء وبتعاون مع مؤسسة جبل الأرز مشروع سياحي تم إطلاقه بحضور رئيس الاتحاد إلي مخلوف، رئيس بلدية غرتا أهدن أنطونيو فرنجية، رئيس بلدية حصرون المهندس جرار سمعاني، وممثلين وفعاليات بالمنطقة. اليوم أمام هذا الواقع يعني أمام هذا الاتحاد خليني أقول صحيح قدام نطلع كمان بالتعاون مع هالأفريقاء كلهم دعمت مؤسسة جبل الأرز السيزون لأولاد منطقة بشري. لما تقول دعمت يعني كيف الخطوات على الأرض عم تترجم؟ شو التسهيلات يلي عم تتقدم؟ التسهيلات عم تنعطى سيزون للموسم التزلج كله ب100,000 ليرة لأبناء بشر المدينة وللمنطقة. هلأ بالنسبة للتعاون مع بلدية صغارتا ومع الكورة كمان نعم. من خلال النايب فادي كرم النايب السابق كمان السيزون عم تنعطى ب325,000. هلأ بلدية صغارتا كمان دعمت ب75,000 السيزون، يعني عم نشجع الناس انها تطلع تعمل سكي ويصير في حركة اقتصادية بالمنطقة. طبعا هذه السياحة الشتوية اليوم هي مرتكز كمان لحتى نطلع من الأزمة الاقتصادية لأنه كمان هيدا الانفستمنت تبعها منا وفيها خليني أقول، وقديه في تركيز على كمان إقامة بطولات، إقامة يعني ما هو مستلزم لتقوية هذا القطاع بهالمرحلة. أكيد مع بالاتفاق مع نوادي التزلج ومع مراكز التزلج فوق بالأرز رح يصير في بطولات بالتمام مثل ما بيصير في بالمراكز التزلج الغير يعني إن كان بكفر زبيان أو غير مناطق. طبعا يعني أمام هيدا الواقع أمام هيدا المقلبين يلي عم تحاولوا فيه إنكم تعززوا هالتدهور الاقتصادي إن كان من خلال الثغرة بالمكان الزراعي وإن كان من تقوية المكان، شو عم تلمسوا من عند الناس اليوم؟ شو الهم يلي المزارع عم بيعيشه؟ شو الهم يلي صاحب مشروع أو صاحب انفستر خلينا نقول بها المنطقة عم بيعاني منه؟ خي العالم حرام متعرضين لأزمة كتير كبيرة مثل ما قلت لك عنا أزمة متتالية بالسنوات المرقت والدولة ما عم تطلع فيهم. يعني عم نضطر نحن ناخد إجراءات إن كان الوقوف إلى جانبهم بمساعدات غذائية أو بمساعدات صحية بواسطة مؤسسة جبل الأرز، وهذا كله بدعم أهلنا الموجودين بلبنان
أو بالاغتراب اللي عندهم ثقة بهالمؤسسة وعم بيدعموها تنقدر نحن نوقف حد الناس. وقت تغيب هالدولة إنها تساعد أهلنا، يعني مثلا خاص بموضوع الكرسي اللي حصلت بالزراعة، خي كثير راجعنا رئيس الحكومة والوزارات المختصة، مع الأسف ما في تجاوب، يعني ما عندك، يعني كأنه الدولة بمال والشعب بمال تاني، يعني لا الوزارات عم تتدخل، لا يعني عندك الهيئة العليا للإغاثة، تعرف أنت وين ما بيصير في مشاكل بتجي بتكشف، المنطقة الوحيدة يمكن ما كشفت فيها بحجة أنه لو كشفت ما في تمويل هي عنا بمنطقة بشري وقت صارت هالكارثة اللي حصلت معنا الصيف الماضي. مع الأسف عندك أجهزة غايبة إن كان وزارة الزراعة أو وزارة الداخلية أو كل الوزارات الموجودة، وقت ما بتوقف حد الناس نضطر نحن عم ناخد بقد ما بنقدر واجبات هالدولة تنوقف حد أهل. طبعا هذه الواجبات اللي حضرتك عم تحكي عنها بتتمثل بخريطة طريق بما يتعلق بالمنحة الاجتماعي، المنحة الطبي الاجتماعي. خبرني شوي عن المقررات اللي أخذتوها بالاجتماع الأخير لتطبيق خريطة الطريق، وشو أبرز البنود يلي بدكن تشتغلوا عليها؟ نحن بلشنا بالوقوف إلى جانب أهلنا من شهر أدار الماضي، لأنه مثل ما قلت لك تلاحقت الأحداث والكوارث عنا. صحيح. أول شيء بالمساعدات الغذائية، المقررات اللي أخذناها أخيرا رح نوزع 300 مساعدة غذائية شهريا بسنة 2020. بالنسبة للمساعدات الطبية كل شخص عم نحاول إذا ما بيقدر يجيب أدوية إنه نوقف حده ونساعده نجيب له أدوية، صرنا مساعدين أكثر من 400 شخص لحديت هلأ بهالموضوع. المساعدات المدرسية، وهون بدي أشكر يعني واذكر الله يرحمه استاذ انطوان شويري ومرته الست روز شويري اللي واقفين حدنا بالمساعدات المدرسيه، عم نوقف الى جانب كل طالب ب $200 مساعده مدرسيه، والى كل طالب بمعهد الموسيقى التابع للجنه جبران الوطنيه ب $100. هودي اجمالا المساعدات اللي هلا عم نقدر نوقف حدنا، احنا كنا نتمنى اكثر لان اهلنا كثير بيستاهلوا، لان وقفوا حدنا بكل الماضي، صمدوا بكل الظروف الصعبه، بس مع الاسف هول هلا بنقدر حسب الامكانيات المتاحه اللي اهلنا عم بيساعدونا. في كثير ناس سالونا انه من وين عم بتجيبوا هالمصريات؟ هودي عم نجيبهم من اهلنا اللي الله عاطيهم كان بلبنان او بالاغتراب. قد ايه اليوم كمان دور الاغتراب اللبناني مهم جدا بدعم الداخل اللبناني يلي عم بيعاني، وكيف عم بيكون التواصل كمان طالما عم تذكر هذا الموضوع؟ نحن التواصل عم بيكون دايم معهم، يعني ان كان نابسه تريدا او انا عم نكون دائما على تواصل مع الاغتراب بكل العالم وخصوصا باستراليا، يعني هن اللي عم بيساعدونا ويمولوا المساعدات الغذائيه اللي عم نوزعها. يعني دائما هذا التواصل بين لبنان المغترب ولبنان المقيم يلي عم يرجع يعطي هالامل يلي صحيح. حضرتكم عم تزرعوه بخلال هالنشاطات، هل في نشاطات معينه عم يتحضر لها مع مؤسسه جبل الارز؟ هل في يعني بنود او نقاط معينه هي بخريطة 2020 لقدام؟ هون اللي قلتم بالإضافة لدعم موسم التزلج، يعني تنعمل دورة اقتصادية مقبولة بشتاء 2020، وأكيد إن شاء الله يكون الوضع أحسن. يعني هلأ انصرفنا إذا بدك للمساعدات الاجتماعية والصحية والتربوية، لانه لقينا انه بهالوضع الاقتصادي السيء نحن فيها افضل وسيله تنوقف حد اهل. طبعا يعني هذا الخانه بحاجه لاكثر مساعدات. الداتا كيف عم تنجمع؟ يعني في ناس متخصصين في فايلات، لانه في عيال في اشخاص او في ناس بتكون منسيه او متروكه اكيد انعمل فايلات، وصار في لجنه برمت على كل البلدات الموجوده بالقضاء وشافت مين اللي اكثر شخص بحاجه. يمكن نحن لازم نساعد اكثر مثل ما قلت لك، بس اخذنا الاكثر حاجه وعم نوقف حد. قد اليوم التعاون مع كل البلديات فعاليات المنطقه ده هذا التشبيك كمان بايدين بعض هو أهمية اساسي. اهميه المنطقه هو هذا التعاون، يعني التعاون بين نواب المنطقه مع رئيس الاتحاد مع رؤساء البلديات مع المخاطير مع رؤساء المراكز القوات اللبنانيه الموجودين بالمنطقه، يعني كل هالتعاون هذا هو شبكه وحده عم بيصبوا بمكان واحد هو الوقوف حد اهلنا. نعم، اليوم باطار هذا الموضوع هيك لحتى نكون عم نختم كمان، باطار هذا العمل الجدي يلي حضرتك والكتله عم تبينوه بهالالتزام الوطني يلي كمان عم بيكون حاضر وجلي،
مع الأشخاص اليوم برأيكم الإنسان أولا واللبناني بصورة خاصة لشو نحن بحاجة لنطلع من هيدي الكبوة من هيدي المرحلة من هيدي السقطة الاقتصادية اللي كلنا عم نعاني منها وأثرت على القطاع التربوي الصحي الثقافي الفني وكمان مع يعني هالبادرة مع النائب ستريدة جعجع بإلغاء كمان مهرجانات الأرز للعام صحيح. 2020 واستبدالهم بخطوات فعلية صحيح. عم ينحكى عنها ده هيدي خطة مدروسة وقديه كمان لقدام يعني أبعد من 2020 لازم يكون في خطة فيها بعد نظر أكتر. إذا بدك الخطة الأساسية هي البعد عن الأنانية اللي موجودة عند أكترية السياسيين، يعني بدنا نبلش من المسؤولين السياسيين يبلشوا يطبقوا على حالهم أول شيء التجرد والعمل للشأن العام، ونرجع بدنا نروح على الناس. يعني على طول بنسمع مع الأسف إنه كل شيء بدنا نحله بدنا نحله من جيوب الناس ومن تعب الناس ومن مدخرات الناس. يعني الأهم هو إن نروح نبلش بالسياسيين نعيد الأموال المنهوبة يلي اتاخدت من حق اللبنانيين، ونرجع نشوف إيش بدنا نعمل نحن والناس تنطلع من هالكبوة اللي نحن فيها. هي التجرد والبعد عن الأنانية مع الأسف لحديت هلأ ما هو قائم. بعدنا كل شيء عم نسمعه هو إذا بدك زبائنية وتسلط وأنانية، كل واحد يشوف شو هو بيطلع له كيف بده يكفي هالإمبراطورية اللي عملها أو هالمصريات اللي أخذهم بالفساد أو بأي عمل تاني. هاو السياسيين هن يلي بدهم يبلشوا العمل من حالهم، مع الأسف ما عم نقدر نوصل يعني لها. وهذا الغياب اللي عم تحكي عنه، يعني لما نحكي عن اليوم كمان عن هيئة الإغاثة يلي ما حضرت بحسب قولك ما حضرت لحجة لمتابعة إنه ما في ما معهم مصاري وبالتالي شو تيحضروا ما في إمكانيات. أدي هيك نوع من خطوات يمكن بتعزز عملكم أكتر بتخليكم تصيروا محفزين أكتر لمساعدة أبناء المنطقة ونجمكم. ما في حل غير هيك إن نحل مكان الدولة. يعني بتعرف انت بكل العالم وقت اللي بيكون في ازمات اقتصادية الدولة اللي بتلاقي الحلول، نحن العكس عم بيصير الناس عم بتلاقي الحلول. نعم يعني هيدا الواقع اللي عم تتجهوا له بهيدي الروحية بهيدي النقاط اللي عم ينشغل عليها هذا اليوم صار فيه عند الناس كمان وعي برأيك مع بداية هالسنة مع كل ما مرينا فيه بالسنوات الأخيرة مع ما تعلمنا منه بزمن الحرب بزمن السلم بالانكسارات الاقتصادية وسواها، اليوم بهيك الشعب اللبناني وين وقدي برأيكم عم تلمسوا نوع من وعي وحاجة لأنه يكون شعب بيستاهل وطن؟ الشعب اللبناني واعي، الشعب اللبناني عنده قدرة للصمود كتير كبيرة. أنا بعرف من منطقتي منطقة بشري تعرضت لأزمات كتير كبيرة بالتاريخ، صمدت وجاهدت وقدمت شهداء مشان تنبقى بهالبلد. اوعى حدا يفتكر انه ممكن نيأس، اليأس ولا مرة فات عن نفوسنا، نحن رح نبقى متجذرين بهالأرض. عندنا ثقة تامة بأهلنا وبشعبنا انه رح يتخطى هالمرحلة. كل شيء بنتمناه انه المسؤولين السياسيين منا وبجر وإن شاء الله نكون إحنا عم نقوم بواجباتنا أن نبلش نتصرف عقد ما هالشعب أوكلنا من مسؤولية. أنا بالمهندس جوزيف إسحاق شرفتنا بصبحيتنا لليوم ومن خلالك تحية تحية لألك ولتلفزيون لبنان. أنا بشكركم على هالدعوة، فعلا شرف كبير اللي هي أول مرة بطلع على التلفزيون. ساعتك شرفتنا بصبحيتنا النائب جوزيف إسحاق وبتمنى لك نهار موفق. بيشتري. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا، أنا لهون بوصل لختام أحلى صباح، برجع بلتقى فيكم بكرة ابتداء من الساعة 9 صباحا أكيد مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان بلقاءات بمواضيع عديدة، وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم أكيد بعد في وقت. إلى اللقاء.